بيكم ويوم جديد والستات ما يعرفوش يكذبوا. يا رب يكون يوم حلو عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. ومعانا النهارده اخبار حلوه ورائعه، بس قبل ما نقول على الاخبار بمسي على امونة النهارده بالبيربل، لابسه بقى الموف الحلو والشعر الاصفر نازل وحركات وكده. والله انت جميله يا ماما، صباحك فل وهنا وسكر، يومك هادي ونادي. أيوة. نستفتح اسبوع جديد، يا رب اسبوع سعيد علينا كلنا. صباح الخير والبركه والهنا والرزق والسعاده على كل حبايبنا اللي بيشوفونا في بدايه اسبوع جديد ان شاء الله، اسبوع هادي ونادي علينا كلنا. امي عملت ايه في الويك اند؟ ويك اند ايه؟ احنا مش كنا مع بعض يا ماما؟ مالك مالك يا ماما، عملت ايه في الويك اند؟ احكي لي اتفضلي. مفيش، قعدنا انا بقى ومها، قعدنا انا بجد والله العظيم قعدنا نتكلم سوا ونحكي سوا، وفجاه لقينا الوقت عدى، ما اعرفش ازاي بنبص في الساعه كل الوقت ده عدى، بس هي الاوقات الحلوه دايما بتعدي بسرعه. لا احنا قضينا الويك اند مع بعض، مش كله بس يعني، قعدنا قعده كده والله كانت ايه، عايزه اللي في الكنترول. هنبدا النهارده ونتكلم عن مهرجان العالمين. مهرجان العالمين يا جماعه عامل شغل ما حصلش، ومن حفله لحفله لتنظيم، يعني في دينامو كده شغال، حاجه بصراحه مشرفه جدا. مهرجان العالمين قادر يكون محط اهتمام كبير جدا من الكل حتى في اخر ايامه. امبارح مثلا كان في حفله للمطرب ويجز، كان تقريبا كامل العدد. ويجز قدم مجموعه من اغاني ناجحه، وكان في كمان العاب ناريه وتفاعل من الجمهور، وكان حلو جدا. حضر مجموعه كمان من مشاهير السوشيال ميديا، ويجز عمل حاله رائعه هناك باغانيه، وكانت حفله من انجح الحفلات في المهرجان. كمان كان ترند على السوشيال ميديا بسبب الحفله، بسبب التنظيم الجيد جدا والحضور الكبير. الحفله يا ايمان، الحفلات كلها كانت حلوة. هو كان يعني احنا بقالنا 50 يوم في وش العدد. مهرجان العالمين عامل شغل ولا أروع، بينافس مش ولا بس بحب قوي ولا أروع، ولا أروع بتاعتها دي، ولا أروع. لا ده حاجة جامدة قوي، عارفة، لأنه معمول بحب وبصدق وفي بهجة، والناس مبسوطة وهي بتشتغل، كل القائمين على المهرجان بجد بحييهم من كبيرهم لصغيرهم. لا وشغل جامد جدا، وفي كونسيستنسي زي ما بيقولوا، يعني استمرارية، يعني مش مثلا حاجة، مفيش حاجة الحمد لله الحمد لله طبعا، مفيش حاجة ايه بتهس منهم، مفيش حاجة بتقع منهم. يعني ماشيين بشكل بروفيشنال وبشكل قوي جدا، وزي ما انت بتقولي ولا اروع ولا احسن ولا اقوى ولا كل، يعني كل شايفه الصور الفيديو اللي معانا اهو، بصي العدد اللي عامل ازاي. يعني على مدار الاحتفالات والمهرجان من اوله لحد النهارده، ما فيش حد مش لاقي ذوقه، ما فيش حد مش لاقي الحاجه اللي هو بيحبها. صح ايوه، دي مهمه قوي. كارنفال حقيقي، كل الوان الطيف، من طرب لثقافه لفن لترفيه لرياضه، كل حاجه، كل اللي نفسه في حاجه هيلاقيها. صحيح. فجميله جدا، واحنا يمكن كان لنا حظ جميل جدا ان احنا رحنا اكتر من مره. طبعا استاذه مها يعني كانت على المسرح وقدمت لنا حفله جميله، وانا برضو شرفت ان انا رحت اكتر من مره، والاجواء هناك كانت مبهجه ولطيفه جدا. كنت عايزه اروح كايروكي يا جماعه، كنت عايزه اروح كايروكي. معلش ملحوقه ان شاء الله المره الجايه. ايه رايكم نروح نشوف جزء من اللي حصل امبارح في حفله ويجز، نرجع لكم تاني. خليه شوية.
خليه شويه، ده حاجه جميله قوي واجواء حلوه بجد. يعني لو لسه عايزين نكمل نسمع مزيكا، اللايف مختلف. احنا ممكن نسمع الاغنيه دي على اليوتيوب، ممكن نسمعها في اي حته، بس اللايف بيكون ليه تاثير مختلف خالص. وبعدين بيديكي طاقه كده والجمهور، وبتلاقي ناس حافظه الاغاني، فبتحسي بقى يعني بيدي مود مختلف. صحيح. تماما. واحنا بقى بالصدفه كده بنتكلم عن ويجز، خلونا كمان نقول لكم انه على مدار 50 يوم قدر مهرجان العالمين ان هو يكون ليه بصمه حقيقيه، سواء في التنظيم في الحضور. الكلام عن المهرجان طول الفتره اللي فاتت مش بيخلص، كل يوم كان فيه جديد وفي حاله من البهجه عند كل الناس اللي موجوده هناك. المهرجان قدر كمان ان هو يخطف انظار العالم، بس كلها عليه علينا العين، والزوار طبعا اكيد بفعاليات كتيره ومختلفه. والحضور هناك اللي كانوا موجودين على مدار 50 يوم خلال الاحتفالات الناجحة لنجومنا، سواء من نجوم الوطن العربي أو من مصر، اللي كان منهم كمان يمكن كلنا شفنا وتابعنا حفلة أليسا، نانسي عجرم، راغب علامة، ومن نجومنا في مصر كمان تامر حسني، أنغام، والموسيقار الكبير عمر خيرت. الفعاليات الحقيقة ما كانتش فنية بس، كان في فعاليات كمان زي ما قلنا رياضيه مختلفه، واللي كانت محط اشاده كبيره جدا من الكل. كمان مهرجان الدراما اللي اقيم في على هامش المهرجان، وكان حاجه مشرفه جدا الحقيقه. واحنا كنا غطينا معاكم على مدار ال 50 يوم كل الفعاليات اللي كانت هناك، ومراسلينا كانوا موجودين بيتابعوا كل كبيره وصغيره، بيتابعوها لنا طول الوقت، رصدوا رد فعل الجمهور والزوار في المهرجان. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن مدينه العالمين والمهرجان خلال 50 يوم، ونرجع مره ثانيه نكمل الكلام. بعد 50 يوم من أقوى الفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية، بيسدى الاستطار على مهرجان العالمين اللي بيعد انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة واللي حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة من منطقة ألغام لمنطقة أنغام، وبقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط. مستوى تصميم وتنفيذ عالمي بيتلائم مع الجمهورية الجديدة، وده سعياً لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية. من أهمها مهرجان العالمين الجديدة اللي شارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، علشان يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط في أهم مدن الجيل الرابع. مهرجان العالمين ضم العديد من البطولات الرياضية زي كرة القدم الشاطئية والبطولة العربية للجودو وسباق الترايسلون والبادل، بالإضافة للعديد من التحديات الرياضية بمشاركة نجوم الرياضة حول العالم. الحفلات الفنية في مهرجان العالمين أبهرت الجماهير وأشاد بيها العالم كله، وكانت البداية مع المطرب تامر حسني اللي أحيا حفل كامل العدد. ومن الدويتوهات الغنائية الناجحة دويتو الكينج محمد منير والكبو حميد الشاعري وغنائهم مع بعض على المسرح، ودويتو مدحت صالح وريهام عبد الحكيم. ومن الحفلات الغنائية الناجحة وسط إقبال كبير للمواطنين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الفئات العمرية، حفلات الفنانين عمر خيرت وحكيم وأنغام وأبو وعمر كمال. مهرجان العالمين شهد أيضاً زخم كبير للعديد من الفرق الغنائية والموسيقية زي كايروكي والفرق الشعبية والتراثية، وأحيا مطرب الراب الشهير ويجز حفل غنائي كبير على مسرح أرينا العالمين في ختام فعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى،
واستقبال جماهير كبير. 50 يوم من الفن والترفيه، مهرجان العالمين أعلن ميلاد أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط. والله إحنا يعني الصورة بتتحدث عن نفسها، يعني شايفين كبير، يعني أكبر نجوم في الوطن العربي وموجودين في مصر وفي العالمين. وهنروح بقى من العالمين للقاهرة والقلعة. مهرجان القلعة يعني القوى الناعمة بتتحرك في كل حتة زي ما احنا شايفين. ومن أول يوم، يعني لو قلنا مثلا من العالمين للقاهرة وسط القاهرة، لو انت مش في العالمين فانت موجود هنا مثلا تقدر تحضر حفلات القلعة، ويعني التذكرة متاحة للجميع. التذكرة 60 جنيه، تقدر تحضر حفلتين لكبار نجوم مصر، يعني مبلغ معقول جدا جدا، وتقدر تشوف كل اللي انت بتحبهم من اول يوم كامل العدد لكل النجوم اللي بيقدموا حفلاتهم. امبارح كانت حفلة الفنان الكبير قوي علي الحجار اللي الناس استقبلته بالزغاريت، قدم مجموعة من اجمل اغانيه. الحقيقة جدول حفلات المهرجان القلعة محترم، وفي مجموعة كبيرة من النجوم المشاركين. بكرة الحد ان شاء الله في حفلة للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو هشام خرمة، واللي هيقدم مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة. كمان هيكون في حفلة الفنانة التونسية غالية بن علي اللي هتقدم عدد من أعمالها الخاصة لمصر، طول الوقت بتأكد إنها منارة للفن. جدول الحفلات الفترة جاية مهم، في حفلات كتيرة حلوة قوي، اللي عايز يروح يقدر يحجز ويستمتع بجمال المكان وسحره الحقيقي. يعني في القلعة دي حاجة روعة، يعني في وسط القاهرة بالإضاءة اللي هم عاملينها، بالأمبيونس كده، الجو اللي معمول حاجة يعني يا جمالك فعلا. يا مصر يا حلاوتك يا مصر بجد والله العظيم. كل شبر في مصر بيتكلم لغته، بيتكلم بطريقته، بيتكلم بلونه. يعني احنا ما نشوف حفلات العالمين وحفلات القلعة، حفلات الأوبرا، حفلات في اسكندرية وفي خط القنال وفي أسوان والنوبة وفي الصعيد، وإيه ده؟ كل حتة في مصر ليها طعم وبصمة ولون وشكل مختلف. لا، وبقالنا كتير مفتقدين ده، فيها حاجات يعني حلوة، يعني بقالنا كتير قوي قوي يا جماعة مفتقدين ده. يعني موضوع الحركة الفنية وان انت تبقى بتحضر حفلات، كان دايما مثلا بنبقى عارفين ان ايه دار الاوبرا المصرية، وتروحي تشوفي المطربين او المغنيين انت بتحبيهم، لكن ان يبقى في القلعة والعالمين والاوبرا، وزي ما ايمان قالت اسكندرية، في كل الاماكن، في كل حتة فيك يا مصر، والاسعار كمان مناسبة قوي للناس. ما هو الاسعار مناسبة، دي الرسالة منها ايه؟ انه يا جماعة اللي عايز يشوف فن موجود تعالوا احضروا، لان مهم قوي ان احنا نسمع فن حقيقي وطرب اصيل، وان احنا نستدعي النوستالجيا الجميله اللي هي تناسب كل الاجيال، وكل واحد يلاقي طلبه، كل واحد يلاقي ذوقه. في الحاله دي اي عمله رديئه دخلت بالغلط بطريقه او باخرى في وقت من الاوقات هي هتطلع لوحدها، اللي مش هتلاقي لها سوق، مش هتلاقي لها مجال، مش هتلاقي لها سميعه، يعني زي ما بيقولوا. فهنا الفكره واضحه جدا. وبعدين خلينا نقول مفيش بلد في العالم فيها اي شكل من اشكال عدم الاستقرار ايا مكان هو ايه بتعمل حفلات وبتعمل فن وبتعمل طرب. يعني ده كده رساله برضو كده مبطنه وموجهه للعالم كله، مصر حلوه، مصر بخير، فيها حاجات حلوه، وهتفضل ان شاء الله بينا ولينا. لا، وكمان في حاجه تانية، التنوع. يعني عندنا تنوع كبير جدا جدا لانواع الموسيقى، يعني دايما مثلا بره بتلاقي هيب هوب، بتلاقي جاز، بتلاقي كلاسيك، بتلاقي والمطربين كذلك يعني. لكن احنا دلوقتي بقى عندنا هنا كده، ودي حاجه بصراحه مختلفه. يعني مثلا مدحت صالح وان يبقى على نفس المسرح بعد كده ويجز، ده بيقول للناس ان عندنا جميع انواع الفن، عندنا للسميعه زي ما ايمان برضو قالت، وللناس اللي بتحب الشباب اللي بيحب الاغاني الويجز، واللي بيحب الكايروكي، واللي بيحب للفرق الكتيره الموجوده، وتامر حسني، انغام، وكانت فعلا اليسا ونانسي عجرم وحكيم وعمر خيرت. يعني بقى عندنا التنوع ده، وعلى نفس المسرح وهنا وفي القلعه، يعني
عندكمش بقى ايه الصراحه يعني، مالكمش عذر، كله موجود. اتحركوا كده وانزلوا شوفوا فن جميل وشجعوا البلد، لان حقيقي الحركه الفنيه شغاله بقوه جدا. طبعا وشجعوا ولادكم تنزل تتفرج وتشوف وتتابع باليتة الالوان الفنيه الثقافيه الترابيه الجميله، عشان يتربوا على السمع النظيف، السمع الهادف، السمع اللي فيه فن حقيقي، ويبعدوا عن اي حاجه ممكن تكون خدتهم في سكه كده او كده. فيعني تعالي نحضر حاجه زي كده الويك اند. يلا انا جاهزه الويك اند جاي، لازم ننزل نحضر الكلام ده. طيب عندنا النهارده كمان في خبر مهم جدا، انه تم الاعلان من قبل الجمعيه العامه للامم المتحده بتوافق الاراء على اعتماد قرار عن نماذج محاكاه الامم المتحده ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمه، اللي ساهمت فيه اكتر من دوله قدمت نماذج محاكاه، وكان منهم مصر طبعا والبرتغال كمان في جامايكا. القرار رحب بشكل عام باسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب اللي بتحصل في دول العالم، ولكن بشكل خاص جدا كان في ترحيب باسهامات منتدى شباب العالم اللي بيكون في شرم الشيخ في نسخته النسخ الاربعه اللي فاتت. وكمان اشادت بدور المنتدى في تمكين الشباب واتاحت الفرصه ليهم علشان يقدروا ان هم يطوروا قدراتهم بشكل مستمر. السفير اسامه عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الامم المتحده في نيويورك قال ان اعتماد القرار بيعكس التقدير الدولي اللي بيحظى به منتدى شباب العالم، وانه بيمثل منصه مهمه جدا لتبادل الافكار والرؤى ما بين الشباب في العالم كله في مجالات السلم والابداع والتنميه. طبعا قرار زي ده بيجي من حرص القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية. يعني بصي، خبر جيد طبعا وخبر إيجابي يحسب للقائمين على إدارة منتدى شباب العالم. حاجة مهمة قوي عايزة أقولها لك على نماذج محاكاة الأمم المتحدة. عارفة يعني ان احنا نخلي الشباب على وعي بده وعلى دراية باللي بيحصل في العالم كله، وان مثلا حد يمثل مصر ومن الدول الاخرى بيبقى فيه شباب، كل شاب مثلا بيمثل دولة تانية. احنا عندنا، انا في مدرستي كان فيه الموضوع ده، يعني كان في ان نعمل مثلا ايه، كل حد كان بيبقى بيمثل دوله ونبتدي نتناقش او بنعبر عن اراء الدوله، وده كان بيفتح سبيل النقاش بيننا وبين بعض، وكان بيطور من وعينا وكان بيخلينا ونعرف قضايا الاخر كمان، وده كان بيخلينا ان احنا نبقى على درايه باللي بيحصل حوالينا، مش ان احنا كده كاننا عايشين في بالونة لوحدنا. وبالعكس ان ده يتاخد بيه كمان في الأمم المتحدة، دي حاجة كبيرة وخبر مهم طبعا. قوي بصي، النماذج الأربعة من منتدى شباب العالم اللي أقيم في شرم الشيخ طبعا مدينة السلام في مصر، كان الحقيقة نموذج يحتذى به في العالم كله. هو الهدف منه يا معلم اللي أنا شايفاه، أولا هو استفزاز قدرات الشباب الكامنة طبعا، يعني أنه الشباب دي لو ما كانوش اتعرضوا للتجربة ما كناش هنقدر نطلع منهم أفضل ما عندهم، وبالتالي طب طلعنا منهم مهارات ورؤى مختلفة من الشباب، هيبتدوا ان هم يتحملوا مسؤولية رؤاهم وأطروحاتهم اللي بيقدموها في الشباب، فإذا عندهم تحمل مسؤولية. كمان عندهم قدرة على صناعة القرار، الشباب دول أصحاب قرار وأصحاب كلمة، يعني مش هنقول كبروا بدري، بس هم بقت عندهم خبرات كتيرة وكبيرة بدري تؤهلهم في المستقبل ان هم يكونوا في مناصب قيادية، وهو ده المطلوب ان طبعاً. الأجيال الجديدة الشباب هم اللي يتولوا المناصب القيادية في الدولة، وبيديهم وعي وبيخليهم قادرين على ان هم يبتدوا يشوفوا العالم ماشي ازاي، وازاي يعني ما نبقاش احنا زي ما قلت ان احنا مثلا في بابل او احنا في بالونة لوحدنا، بالعكس بتشوفي الدنيا ماشية ازاي بره، بيخليهم زي ما انت قلتي اصحاب قرار في مسؤولية كبيرة جدا. بيعلمهم كمان الريسيرش او ازاي طريقه البحث العلمي المظبوط اللي يقدروا يطلعوا بيه باخبار مهمه وصح او معلومات صحيحه تفيد ايا كان هم بيناقشوا ايه ساعتها. الموضوع ده مش يعني احنا بنتكلم فيه دلوقتي، نفسي ان انتوا تستوعبوا اهميته عامله ازاي. ده بيعمل وعي، ثقه،
مسؤولية، دراية باللي بيحصل في البلد، بيبقى عندهم أفكار يقدروا يطرحوها، يقدروا يعبروا عن رأيهم، يقدروا يشوفوا حاجة مناسبة ومظبوطة بطريقة أوبجكتيف أو بطريقة موضوعية. كمان الأهم من ده، ما خلي بالك أنا ممكن أبقى صاحبة قرار وممكن يبقى عندي رؤية أو طرح أو وجهة نظر، بس ما عنديش القدرة على أن أنا أوصله للي قدامي، اللي هي القدرة على التواصل. أنت مش بس بتتواصل مع مصريين زيهم زيك جدا. لا، أنت بتتواصل مع شباب العالم، وهنا دي محتاجة أدوات معينة، فبيتم تدريب الشباب دول وتنمية مهاراتهم طبعا. علشان أولا يكون عندهم قدرة على التواصل مع شباب العالم، تاني حاجة يكون عندهم فكرة قبول الاختلاف، إحنا مش زي بعض. ففي ساعات يعرفوا يتكلموا، شاطره في مجالي قوي لكن انا مش قادره اتقبل اختلافات الناس اللي حواليا، ومش قادره اتعامل مع الاختلافات. قبول الاختلافات ووضع خطه للتعامل معاها دي حاجه سهله ومهاره حقيقي مهمه. ولما اجي نشوف نقول ان الشباب المصري مش بمعزل عن شباب العالم، او ان احنا ماشيين على نفس الخطى، لا اسمحي لي اقول لك ان احنا سابقين بخطوه. لان انا شفت شباب في دول المفروض ان هي دول عظمى، المفروض ان هي دول كبيره لن اسميها، بس لا الشباب في سن ولادنا أيوه. لا لسه بيدوروا على حاجات تانية على قد سنهم، او بتلاقيهم مثلا على درايه باللي بيحصل في المكان اللي هم فيه بس كده، يعني معزولين بقى عن العالم. لكن احنا ولادنا، ومش العالم بس، حتى مثلا لو نتكلم مثلا على اي دوله كبيره قوي مثلا، هتلاقيهم في الاطار بتاع مثلا المحافظه بتاعتهم فقط، او الولايه اللي هم فيها فقط، هتلاقيهم مش عارفين. بلغي عليهم على الهوا بقى، فاضل تقولي اسمهم. لا والله انا بتكلم عموما، يعني في شباب كتير بيبقى عارف اللي بيحصل حواليه بس في المنطقه اللي هو فيها بس، لكن حتى مش على درايه بكل اللي بيحصل بره المنطقه دي. الثقافة حاجة والتعليم حاجة، احنا ولدنا متعلمين ومثقفين. لا بجد شباب يفرح، واصل هي ما هي جينات المصريين، ما هي جينات متوارثة ابا عن جد، فما نستغربش لما نشوف ولادنا عندهم الشغف والقدرة دي. عندنا ايه تاني؟ هنتكلم بقى عن الشباب برضو، يعني نروح لخبر يهم كل مهم. بيت في طالب، سواء في ابتدائي او اعدادي او حتى ثانوي. الخبر عن انطلاق معرض اهلا مدارس، واللي هيكون لتوفير كل مستلزمات المدارس بتخفيضات بتوصل لغايه 30%. معرض اهلا مدارس الرئيسي هينطلق يوم سبتمبر 15 سبتمبر، وده بالتعاون بين وزارة التموين وبين الاتحاد العام للغرف التجارية. هيتم توفير الأدوات المكتبية، الملابس، الأحذية، الحقائب المدرسية، المواد الغذائية، الحاسبات الآلية، هيكون فيه ولأول مرة الكتب الخارجية وكافة المستلزمات المدرسية اللي بيحتاجها الطالب. المعرض هيكون في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، وده لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة أقل من الأسواق التانية. كمان هتنسق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع المحافظين والغرف التجارية عشان يتم إقامة معارض أهلا مدارس في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة كبرى المكتبات المدرسية في المعارض لطرح برضو المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة. ده خبر رائع جدا جدا جدا. ولكن ليه؟ ولكن بقى هي خبر حلو وكلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. حلو ده؟ دوله عملت اللي عليها. هو ده بالظبط، هنا الدوله عامله اللي عليها، فاضل احنا بقى نعمل اللي علينا قبل ما نشتكي. يعني الام الجميله اللي احنا مخصصين لها فقره من بابها النهارده عشان موضوع المدارس، وازاي تاهل ولادها ان هم يدخلوا على المدارس برجلهم اليمين، فما تخوف ما تخضهمش اهم حاجه. بس خلينا نتكلم في موضوع المستلزمات المدرسيه، وفي اقوال اخرى سبلايز اللي هو المدرسين ساعات بيشدوا مع بعض فيها، اللي هو انا المدرس الاشطر فانا اللي هطلب اكتر. لا، انت المدرس الاشطر لما تشرح احسن، لما الولاد ما يحتاجوش مساعده خارجيه ولا كتب خارجيه ولا دروس خصوصيه ولا كلام من ده كده انت تبقى الاشطر، مش اللي تطلب اكتر. نمره اتنين، احنا لازم ان احنا نستخدم الحاجات اللي احنا جبناها السنه اللي فاتت وما استعملناهاش، مش هنرمي ونجيب جديد. لا طبعا نرمي. ففكره إيه؟ ترشيد الاستهلاك جوه البيت دي ما بقتش رفاهية يا جماعة، دي بقت ضرورة النهاردة، ملهاش علاقة بمستوى اجتماعي والله، فيها علاقة ان احنا بنعود ولادنا على ان هما يبقى عندهم تحمل مسؤولية. حرام يبقى حاجة موجودة ولسه شغالة وتترمي. لا، وحاجة كمان يعني مهمة قوي في الخبر ده، الخبر ده خبر بجد مهم، بيوري قد ايه الدولة حريصة على انها يعني توفر للطالب كل احتياجاته،
وبتخفيض بيوصل لغاية 30%. يعني دي حاجة، لأن طبعا الحاجات دي الطالب بيحتاج حاجات كتيرة جدا، زي برضو ما قلنا أن بيبقى الطلبات كتيرة قوي ساعات من المدرسة. لكن احنا فعلا عايزين نقول موضوع ان احنا نستخدم برضو الحاجات اللي عندنا، ان احنا في حاجات كتيرة جدا ممكن تبقى عند اخوك الكبير، عند اختك الكبيرة، تقدر انت تستخدمها لو هي مش محتاجاها. مش لازم بقى ندخل المعرض مثلا فيبقى في حاجات موجودة، لا، اخليها لناس تانية مثلا محتاجاها. اللي عندك استخدمه، حافظ على الحاجة، لان الدولة بتعمل مجهود كبير جدا جدا انها تساعد الطالب على يعني الدراسة، على اتكلمنا قبل كده في موضوع التنسيق، على المذاكرة السليمة، على يعني كافة اللي بيحتاجه الطالب. فإحنا كمان لازم إحنا كمان نبقى مسؤولين. كمان يا مها عجبني قوي تضافر الجهود اللي حصل ما بين القائمين على المعارض دي ووزارة التموين. يعني إحنا مش بس عندنا مستلزمات مدرسية اللي هي السبلايز، لا، احنا كمان عندنا مواد غذائيه موجوده، الحاجات اللي هي لزوم السندوتشات يعني، والشنط اللي هيتحط فيها السندوتشات، يعني عندنا في مربات جبن، عندنا كل حاجه ممكن تكون مهمه. بس اهم حاجه طبعا احنا نبص على تاريخ الصلاحيه وما نجيبش حاجات بعد مدد كبيره قوي، او نجيب ونخزن الحاجه موجوده والله مش هتطير، مش هتدور وتمشي، موجوده. وكل فتره بنلاقي معارض من النوعيه دي، احنا شويه وهنلاقي اهلا رمضان، وشويه اهلا يعني هنلاقي، فيعني مفيش داعي ان احنا نجيب كميات كبيره قوي وبعدين ننساها فنتفاجئ ان تاريخ الصلاحيه انتهى. فبرضه ده مش مطلوب، يعني نجيب على قد استخدامنا وبس، والحاجه موجوده مش هتطير. يعني عندنا كمان واحنا بنتكلم عن المدارس فرصه نفكر حضراتكم برضه انه تقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه مستمر لحد يوم السبت اللي جاي لكل الحاصلين على الاعداديه. الطالب هيدخل على موقع الوزاره، هيسجل رغبات على 3 رغبات حسب مجموعه والمنطقة الجغرافية اللي هو ساكن فيها، وبعدين بيتحدد ليه مواعيد للاختبارات. احنا الحقيقة عشان نشوف صوت وصورة برضو نوضح لحضراتكم الصورة اكتر، كاميرا الستات ما عرفوش يكذبوا كانت موجودة في اختبارات الطلاب في مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، واللي بتتيح للطلاب دراسة اكتر من قسم، منها اقسام السيارات وغيرها من الاقسام التانية. خلينا نشوف احسن بصورة اوضح ونرجع تاني نكمل الكلام. في مصر وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى أكثر من 52 مدرسة في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وده بالتعاون مع كبار الشركاء الصناعيين في العالم، ومنهم مدرسة غبور 1 بمدينة 15 مايو، حيث يتم تعليم صيانة وميكانيكا السيارات والحصول على شهادة تخرج عالمية. احنا بالنسبة لرؤية مصر 2030 واهتمام القيادة السياسية وفخامة الرئيس عندنا اقتصاد معرفة، اقتصاد مبني على المعرفة، فاحنا بيتم دراسة سوق العمل واحتياجات سوق العمل، فبناء عليه بنعمل شراكات، او الوحدة بتعمل، الوزارة بتعمل شراكات مع شركاء الصناعين لفتح مدارس متخصصة في احتياجات سوق العمل، فبنقدم لسوق العمل طالب او فني تقني عالي مدرب جدا يقدر ينهض بالاقتصاد المصري ان شاء الله. طالب عندنا الاول لما بيتم قبوله بناء على مجموع، ومجموع بقى عالي طبعا مش اي مجموع، وبعدين بيخش في اختبارات بقى، اختبار من ناحيه الوزاره، اختبار نظري واختبار عملي واختبار مهارات ومقابله شخصيه، بناء عليه بيتم قبول الطالب عندنا. فاحنا بنختار نوعيه طلبه عاليه جدا بتبقى مناسبة للمجال اللي هو يشتغل فيه. الطالب مجرد ما هو بيخلص، يعني مثلا عندنا الطالب هنا بيبقى واخد معلومات عالية جدا، تدريب عالي جدا، فهو بيبقى مؤهل لسوق العمل انه على طول نضخ الطالب كفني متميز في المجال بتاعه. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كان ملف التعليم الفني أحد أهم الملفات أمام الدولة، واللي أصبحت النهاردة بتوفر أفضل الوسائل التعليمية العالمية والدولية بأسعار المدارس الحكومية. شريك الصناعي مؤسسة غبور للتنمية، وهي NGO مؤسسة خيرية غير هادفة للربح تحت أمبريلا وزارة التضامن الاجتماعي، وإحنا هدفنا خدمة مجتمعية، مش هدفنا خدمة شركة غبور خالص، لأن إحنا كيان منفصل عنه بإدارة منفصلة، وعندنا زي أي كيان رؤية ورسالة. الرؤية ممكن أتكلم عن الرؤية بتاعتنا، وهي تطوير التعليم الفني في مصر in general، وده بما يتماشى مع رؤية الدولة الكبيرة. احنا
يعتبر ماشين ان لاين مع رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني والخدمة المجتمعية. أهم ميزة في التعليم التطبيقي هو أنه بياخد الطالب من اهتماماته ومن هواياته إلى طريق الاحتراف، فهو تعليم بيشوف الطالب ناوي يخطط لمستقبله ازاي، شايف بكرة بتاعه بأي طريقة، وبناء عليه بيبدأ يتحرك مع المناهج اللي هي بتخلط ما بين النظري وما بين العملي علشان تأهله بعد كده لسوق العمل أو تأهله لأنه هو يتخصص أكتر في المرحلة الجامعية بعد كده. لما جينا هنا اتبسطنا جدا للنظام اللي كان موجود في المدرسة، الالتزام، الرقي والتحضر اللي الناس بتتعامل بيه مع الطلاب أولياء الأمور، النظام والسيستم اللي كان موجود حاجة في منتهى الرقي والتحضر. الحمد لله خدنا تجربة التستات اللي هم كانوا عايزينها سواء العملي أو النظري في النواحي المهارية، وآخر حاجة كانت المقابلة معنا والانترفيو اللي احنا عملناه، والحمد لله رب العالمين كان انتهى بشكل كويس ومستنيين إن شاء الله بإذن النتيجة. معظم الطلاب اللي هنا فعلا كانوا داخلين حاجة وبقينا حاجة تانية، حبينا المكان، حبينا كل حاجة. هو فرق معنا من حيث ان احنا بننزل تدريبات عملي، فالتدريبات العملي دي كانت بتسهل علينا النظري اصلا، فبالحيث ان احنا بنتدرب ناخد نظري وبننزل نشتغل عملي، فكان بيدينا حس ان احنا مستمتعين بالموضوع، والموضوع بيبقى سهل ان هو ان انا اقدر ان انا اخدته في الفصل، ان انا اقدر انزل اطبقه واشوفه على ارض الواقع في العربيه واقدر اشغله ازاي، فبعد كده اما اجي اشتغل يبقى الموضوع بالنسبه لي اسهل بكتير. هو انا اصلا داخل المدرسه دي بهوايه، فانا حاسه ان انا لاقيه نفسي فيه، والدليل على كده ان احنا ان شاء الله لما اتدربنا في توكيلات وحاجات ورحنا واتدربنا حسينا ان احنا لاقيين نفسنا ونشتغل. انا دخلت على المدرسه دي عن طريق تقديم الكتروني، كنت بدور على مدارس ثانويه عامه في منظمه التكنولوجيا التطبيقيه، ان انا حابب ادرس حاجه اخرج منها بمهنه ادرس بيها. اهتمام الدوله المصريه بابنائها خلق فرص عمل وفرص حياه بتوفر لشباب مصر العلم المتطور والعمل في عمر مبكر، وبتوفر لهم حياه ومستقبل افضل. ساره شلبي، الستات ما يعرفوش يكذبوا. زي ما شفنا بنات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، شايفين بنات شاطرين بيشتغلوا بإيديهم مش نظري، عملي، شايفين جهد مبذول كبير جدا طبعا من القائمين الدولة والقائمين على المدارس دي، شايفين قد ايه ان البنات ثانوي هم بيشتغلوا فرحانين وحاسين ان هم بيجربوا وحاسين ان هم زي ما بيقولوا كده hands on، يعني اللي هو بيشتغلوا بايديهم. حاجه مش سهله، دايما احنا متعودين نشوف ده مع الولاد اكتر او مع لكن البنات حاجه كده بصراحه حاجه تفرح قوي الصراحه، حاجه والله عايزه اقول. وبعدين اولا انا بشكر ساره شلبي البنوته الجميله على التقدير الجميل ده. وبعدين انا لفت نظري البنات هم بيتكلموا عادي انه تقول لك احنا بنتابع وعشان العربيات وبنشوف، وعلى ارض الواقع ما بقاش في حاجه اسمها بنات ولاد، البنات والستات حاطين ايدهم في كل حاجه دلوقتي في البلد، او المناصب القياديه، مواقع المسؤوليه، في الوزارات، في البرلمان، في كل حته. فطبعا مليون سلام وتحيه للمرأة المصرية والبنت المصرية وللقيادة السياسية اللي بتدعم التاء المربوطة من أول يوم في العصر الذهبي للمرأة المصرية. لا ده حاجة. الحاجة الثانية، أولا مدارس التكنولوجيا التطبيقية دي طفرة تعليمية حقيقية في مصر، ده مركز تقل مهم جدا، ويمكن ده يفسر يامها أنه في إقبال كبير جدا عليها سواء بعد إعدادي على المدارس التكنولوجية أو كمان في المعاهد التكنولوجية بعد ثانوي كبديل طبيعي ومنطقي وشرعي جدا عن الجامعات التقليدية، لأنه عليها إقبال كبير. ولما حصل عليها الإقبال الكبير ده بدأت مجاميعها طبعا بدأت تعلى، شيء طبيعي ما هي عرض وطلب، لأنه الناس أدركت، وده نقطة تانية، أنه بقى فيه وعي والناس بقت مدركة بأهمية التكنولوجيا والعصر اللي احنا موجودين فيه، ما بقيناش لسه متمسكين بالثوابت، لا احنا نسفنا الثوابت دي. وهنا بيقولوا المستقبل لولادنا ومستقبل للأجيال، لا هي مستقبل مصر، لأن الأجيال هي المستقبل مصر. صحيح، هي
زي ما انت قلتي وعي، وعي شديد جدا. ما بقاش فيه، بقت الناس كلها كانت الاول ايه الدراسة التقليدية اللي احنا عارفينها، كليات القمة، او هي دي اي حاجة تانية كنا معرفش ليه بنتكسف مثلا منها، او بنقول لا انا مش عايز ابني يدخل حاجة كده، لا هو لازم يبقى في كليات القمة، كليات يعني، لا احنا شايفين الفكر بيتغير وخلاص احنا بقينا على الطريق ده بشكل ثابت وواضح. احنا كمان عندنا من النهاردة هيكون في سلسلة تقارير عن مدارس نوعية، عن المدارس التكنولوجيا التطبيقية من هنا لغاية 5 أيام الجايين دول، لغاية ما باب التقديم يقفل. فهنشوف مش بس زي ما شفنا المدرسة دي، هنشوف مدارس تانية، هنشوف بيعملوا ايه، هنشوف شغلهم عامل ازاي. ولازم انتوا كأمهات او اباء اهالي تغيروا نمط تفكيركم. يعني المستقبل في العالم كله للتعليم الفني ده، وده من زمان جدا، ولكن ما كانش فيه ناس بتشتغل على ده زي دلوقتي كده. دلوقتي بقى الموضوع مفتوح، بقى الموضوع بشكل كبير جدا، في توسع شديد، وفي دراسة كبيرة جدا معمولة، وفي خطة محطوطة ماشي عليها الدولة، وده عشان شباب مصر. حاجة طبعا، حاجة تفرح، مبهرة، حاجة جميلة. في معانا بقى دلوقتي بوست السوشيال ميديا، وده كان منتشر بشكل كبير جدا على جروبات البنات وعجبنا قوي، فقلنا ننقله ليكم ونتناقش معاكم في البوست ده. البوست بيتكلم عن النهايات اخلاق، واننا الحقيقه بنشوف حالات قليله لما بيجوا ينفصلوا بيكون فيهم في بينهم موده ورحمه واحترام للعشره. البوست كان اب كان كاتبه ورصد فيه ازاي بنته وزوجها السابق انفصلوا بكل احترام واخلاق. البوست لراجل محترم اسمه مؤمن، بيقول ان بنته وجوزها قرروا ينفصلوا بعد سنين، وان بعد ثلاث سنين الامور كلها مشيت بالمعروف ومنتهى الاحترام المتبادل لاخر لحظه، مفيش حد غلط، مفيش حد حتى صوت حد ارتفع على حد في اي مره، اتفهمنا بالشعر وبالمعروف ومضى كل حال سبيله. ربنا يوفقهم الاثنين. الراجل في البوست كان بيقول جوز بنتي السابق رفض يدخل اي محامي، وقال اننا هنقعد نتفاهم بكل احترام، وفعلا تفاهمنا على كل الامور وهو وافق واحنا وافقنا على شوية طلبات منه. جوز بنتي السابق ما كانش معاه فلوس كاش يدفع، واحنا قلنا مش مشكلة اول ما يكون معاك ادفع لنا، وفعلا ده حصل بكل سهولة، لقينا الفلوس وصلت لحد عندنا وكاملة بدون اي ضغط. الراجل في البوست حكى تفاصيل كتيرة، ازاي بنته خدت عفشها بكل سهولة، ازاي هم تنزلوا عن شوية حاجات، وفي اخر البوست الراجل بيقول خرجنا بالمعروف كما دخلنا به وبكل احترام، لدرجة ان المأذون كان في حالة من الدهشة من الهدوء والسكينة والاحترام المتبادل اللي شافها على الاتنين. احنا نفذنا امر الله تعالى، فان امن بعضكم بعضا فليؤدى الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. فما بنشوفهاش كتير النهايات اخلاق، يعني انت قلتي النهايه هي نهايات اخلاق. يعني في ناس بتبتدي بحلاوه البدايات ثم تختلف فنوصل لبهدلة النهايات، وكل واحد يبتدي ان هو يستقوى على التاني ويبتدي ان هو يحاول يجرح في التاني. طب ليه يا جماعة احنا لو بصينا لها من فوق بعين طائر مش عين نملة هنلاقيها هي كده؟ احنا كلنا ميتين، هي بس مسألة وقت، وفي الاخر ما بيبقاش للبني آدم الا سيرته والا عمله، فليه نفتكر بعض بالوحش؟ ليه نتقابل في مكان بالصدفة نداري وشنا من بعض؟ ليه يبقى بينا طفل ولا اتنين ويبتدي ان احنا كل واحد عمال يشحن الولاد بالكراهيه عشان يبين نفسه الاحسن؟ العيال دي هتطلع مشوهه وغير سويه. فعلا الرجوله مش بس مش الرجوله صفه مش نوع، الذكوره نوع لكن الرجوله هي صفه. وده رجل بما تحمله الكلمه من معنى. الاتنين طبعا، الاب وزوج البنت طبعا. الحقيقة ان الاب كمان يعني انسان غاية في العدل، الاخلاق،
اني حتى جوز البنت ده ان هو كان عايز الاب هو اللي يحكم بينهم. يعني قد ايه في ثقه في حماه، مع اني دايما بتلاقي ان الموضوع بتلاقي في النهايات دي بيحصل مشاكل رهيبه، وتلاقي في الاول خالص الدنيا كانت حلوه ووردي، النهايات بتبقى يعني بشعه ومؤذيه وممكن في احيان كتير بتعمل في الاخر ممكن واحد ينتهي بمشكله، بيبقى عنده مشكله نفسيه رهيبه، عاهات نفسيه او ندبات نفسيه ما بيعالجهاش الزمن. صحيح. بتفضل تنزف مع الوقت. صحيح. بس هو معلش السؤال يا مها، يعني سامحوني في دي الكلمه، يعني هو معقوله يعني اناء هيبقى جواه مش هينضح عسل؟ ما احنا برضو بنختار البيت اللي احنا بناخد منه، بنشوف الناس دي جوه البيت بتتعامل مع بعض ازاي. ودايما بقول للبنات شوفي البيت اللي هو جاي منه، ما اسمعش بقى كلمه لا اصل هو حاجه واهله حاجه. لا يا حبيبتي، هو طالع مزروع في الارض دي، نبت في الارض دي، يبقى اكيد الجذور موجوده، بس انت مش شايفاها. مش معنى ان انت مش شايفاها ان هي مش موجوده. اختاري البيت اللي هتاخدي منه جوزك، شوفي ابوه بيتعامل مع امه ازاي، قيمه المراه في البيت عامله ازاي، شايفينها ازاي، بتعاملوا معاها ازاي، عشان تعرفي انت تحددي هتتعاملي ازاي بعد كده. والله يا بنت الناس ان ارتضيتي المعامله دي يبقى على البركه، ربنا يتمم بخير. ما عجبتكيش يبقى احنا كده لسه على البر، بدل ما ندخل في الغامق بعد كده ونرجع نعيط. لا، ودي حاله فريده من نوعها، يعني مش ده اللي دايما بنشوفه. ان يعني هو ده اللي مفروض اللي ربنا امر بيه فعلا، يعني قال ايه، امساك بمعروف او تصريح باحسان، لكن مش ده دايما اللي بيحصل. ولا تنسوا الفضل بينكم. لسه طبعا اكلت مع بعض في طبق واحد وبينهم كلمه حلوه وفي عشره والله طيبه. نفسي نتكلم في الموضوع ده كتير، نفسي نجيب يعني استاذ محمد سامي طبعا رئيس التحرير، عايزين نعمل نتكلم في الموضوع ده، نوعي الناس عشان لما يبقوا بيشوفوا. يعني احنا بنعملها طبعا في فقرات الدينيه بس، وطبعا احنا برضو علشان نكون احنا ما احناش مش دعاء ولا نملك حق الفتوى في امور كتيره جدا من امور المجتمع والاسره والبيوت، فعشان كده احنا بنجيب الناس المتخصصين سواء من الازهر شريف، من لجان لم الشمل، من الواعظات، من وزاره الاوقاف برضو، عشان نقدر نتكلم مع الستات يكون في حريه في الكلام اكتر في بعض القضايا اللي ممكن تكون شائكه او ليها علاقه بالمراه بشكل مباشر. فاحنا حريصين طول الوقت في البرنامج طبعا على ده. انا كمان انا عارفه طبعا احنا بنعمل ده، انا قصدي ان احنا كمان نبتدي نتكلم. يا ريت يا استاذ محمد سامي يعني ايه نتكلم فعلا في الموضوع ده حتى مع نماذج حصل بينها كده، بس نماذج يعني عايزين نشوف كده وكده، وعايزين نبتدي نشوف من القصه دي للناس اللي بتتفرج علينا النهارده يشوفوا العبره والاخلاق اللي موجوده في قصه السيد مؤمن، يعني وان هم يعني ياخدوها كده ايه ويفكروا فيها ويشوفوا الرجل اتصرف ازاي والابن اتصرف ازاي، ياخدوها نموذج يعني يقتدوا بيه، لان فعلا بقى قليل قوي 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 للاسف الاخلاق في النهايات. بس هنا شفنا يعني الاخلاق الحلوه الصحيحه، الطيبه، الحق، العدل، الفضل، كل حاجة بانت في القصة دي. شوف بقى عندنا إيه النهاردة. عندنا النهاردة أول حاجة في فقرة جمعية البر والتقوى والكلام عن أعمال الخير، وضفنا فيها الدكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى، ودي هتكون مع الأستاذة إيمان. كمان عندنا تاني فقراتنا يا مها هنتكلم عن ازاي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد انه نقدر ان احنا نأهل ولادنا للمدرسة بطريقة نفسية سليمة عشان ما نخلقش حاجز نفسي بينهم بين المدرسة من بدري، خاصة ان احنا بقالنا اجازة طويلة، هزرنا كتير، لعبنا كتير، ضحكنا كتير، هندخل على الجد بس ندخل بالطريقة ازاي نقدر نفهمهم ان هما كمان يتقبلوا الاختلاف مع الاطفال التانية. احنا صوابعنا مش زي بعضها، كمان الولاد مش زي بعضهم، ازاي يقدروا يتقبلوا ده، وازاي يتقبلوا فكرة كمان النقل والتحويل من مدرسة لمدرسة تانية، لان دي ساعات بيحصل فيها شوية مشاكل. دي الفقرة دي النهاردة؟ لينا كلنا عدينا بده. دكتورة منة بدوي النهاردة هتكلمنا، هي استشاري صحة نفسية وعلوم ذوي الإعاقة، هتدينا وصفة كده عشان نقدر ان احنا نعملها.
ثالث فقراتنا هنتكلم عن ازاي الاستغفار باب من ابواب التقرب الى الله، وده هيكون مع نور البرنامج الحاجه ياسمين الحصري. اخر فقراتنا، اخر فقراتنا بقى عندنا فقره مع الشيف محمود سعد. النهارده هيتحفنا بسلطه سبانخ بالزبادي وفراخ محشيه يوناني. الله، ايه الجمال ده؟ يعني ده حاجه عظمه. الله الله، احنا بقى مستنيين يعني طبعا مستنيين كل الفقرات بفارغ الصبر، وطبعا انا وايمان مستنيين فقره السبانخ بالزبادي وفقره السبانخ فقره المحشي اليوناني بفارغ الصبر. هنروح فاصل سريع ونرجع نبدا فقراتنا، ما تروحوش في اي حته. جوزي احمد، عندي 12 سنه وداخله يير 7. الحوار كله بدا لما كنت في يير 5، كان في كومبيتيشن اسمها جامع كومبيتيشن. جامع كومبيتيشن دي عباره عن مفروض كل سن ليه عدد معين من الكلمات مفروض يكتبها زي شورت ستوري. انا كتبت الستوري بتاعتي وكنت المفروض اكتبها من 500 ل 1000 كلمه. عملت الستوري بتاعتي ونشرتها، بس في الاخر ما نجحتش، عشان كده قررت ان انا انقل الستوري دي للكتاب بتاعي. الستوري بتتكلم عن بنت اسمها يولاندا. بحب اكتب عن الساينس فيكشن، علشان على طول لما اجي اتفرج على فيلم او مسلسل او اقرا كتاب بيبقى على طول في الحته اللي انا بحس طب امتى، ازاي مثلا، مين اللي قتلها. فده بيخليني انا ما اوقفش اتفرج او اقرا عن الحاجات دي، بيقعد يخليني اسال نفسي في حاجات كتيرة قوي، فعشان كده بحب اكتب عن الساينس فيكشن. انا في الاول ما كنتش فاكره ان الروايه بتاعتي اصلا هتكون كتاب، انا كنت كاتباها فور فان. بس بعديها لما شفنا الدار النشر، هما في الاول ما كانواش مصدقين ان انا بنت زي صغيره كتبت روايه زي دي، فقعدوا يسالوا في اسئله كتير عن الروايه دي، لغايه ما اقنعتهم ان انا اللي كاتباها، وكنت فرحانه قوي ومضينا. انا بدات اكتب الجزء الثاني في القصه بتاعتي اللي هي ذا ساينس فيكشن، وهيكون اسمها فاروز ميث. دي هتكون عباره عن المعلومات اللي جوه الهرم الاكبر. انا شيماء مامت جودي احمد، صاحبه كتاب ذا سيكريت ستيل. انا فخوره بيها جدا جدا جدا. بدأ الموضوع معاها من يير 3 لما الموهبة بتاعتها ابتدت. كتبت رايتنج، يعني هي المفروض سنها مثلا تكتب حوالي نص صفحة أو حاجة، فكتبت الرايتنج جميل جدا وطريقة وأسلوب تحفة، وكتبته بتاع 3 صفحات. فالميز بتاعتها انبهرت بيها جدا لدرجة إنها نشرت الرايتنج ده عندها في الكلاس، وقالت لي البنت دي لا كتبت رايتنج يعني بصراحة تحفة وجميل جدا، وانبهرت بيها وإنها كان سنها صغير. بنت عندها 12 سنة وتكتب كتاب وتعمل فيلم، وحد يعني دعمها، وحد بيفهم قوي في الابداع يعني. فطبعا ده اداني لا سبورت جامد قوي لبنتي، يعني انا مبسوطه جدا من دعم اللي حواليا كلهم، سواء اعلان. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقراتنا. النهارده هنتكلم عن واحده من مشاكل كل سنه، الرجوع للمدرسه بعد فتره الاجازه. في الفتره دي بيبقى الولاد يا اما عاوزين الاجازه تستمر، يا اما عاوزين يرجعوا المدرسه ويشوفوا اصحابهم، بس ما يغيروش نظام الاجازه. طبعا لا ده ينفع ولا ده ينفع، عشان كده لازم يبقى في خطه تبدا اليومين دول لاعاده تاهيل ولادنا على العوده للدراسه. ايه الخطه ونبداها ازاي؟ ازاي نرجع وازاي نرجع اولادنا للنظام، النوم، الاكل، المذاكره بعد الفتره من الانطلاق الكبير في الاجازه؟ كل ده هنعرفه النهارده مع ضيفتنا الجميله دكتوره منى بدوي، استشاري صحه نفسيه وارشاد اسري. بنرحب بيكي ومبسوطين قوي ان حضرتك معانا النهارده. اهلا بيكي، منوره الدنيا بيك. دكتوره منى، الدكتوره الشيك، ربنا يخليكي. انت عارفه انا بحب ستايلك قوي، انا حاطه لك نفس الليب جلوس بتاع المره اللي فاتت، بتاع المره اللي عجبني المره اللي فاتت. انت قمر في كل احوالك، انت بتحلي الالوان، ربنا يخليكوا والله. بصي يا قمر، دلوقتي انا عايزين الاول بس نقول لكل الامهات والابهات بقى يحضرونا برضو، عشان انتوا ليكوا دور في الموضوع ده. احنا معاكم لايف على مدار الفقره، اي سؤال اي استفسار في خصوص الموضوع اللي احنا بنقوله او اي موضوع تاني تحبوا تسالوا فيه دكتوره منى، احنا معاكم لايف وهنجاوب عليكم. والاسئله اللي مش هنلحق نجاوب عليها بنجاوب عليها انبوكس ان شاء الله.
طيب في البدايه بتيجي الام هي عايزه تاهل ولادها، فتقوم ايه طالبه النمره غلط، خلاص بقى الاجازه خلصت وداخلين على المدارس بطريقه كده عارفه بيبقى فيه تون صوت واداء، فتبص تلاقي العيال دول بدا يرجع لورا، هو انا داخل على ايه؟ فهي بتخلق حاجز نفسي ما شاء الله عليها بدون ما تقصد طبعا. صح. فتبص تلاقي ان الولاد بيعتقدوا ان هو في حاجه هجمه عليهم وهم قاعدين، احنا قاعدين في امانه الله وفي مدارس داخله علينا. أيوه. لا احنا عايزين العيال هي تخش على المدارس. بالظبط. نعملها ازاي دي بالطريقه صح بس ما نبوظش الدنيا. اللي حضرتك قلتيه ده بالظبط، هي بتخلق حاجز اسمه التوتر والقلق. بيفصلني عن الانحياز للدراسه او لان انا هبتدي اذاكر او اجتهد، بتعلي عندي قوي حته التوتر والقلق اكتر من اني هذاكر او هعتمد على نفسي او هنجح. زي مثلا تيجي تاخد خبرتها من ناس سابقه، دي سنه رابعه دي كارثه. انا سمعت دول حطوا مواد جديده، والولد يسمع الكلام ده وهي قاعده مثلا بتحكي لوالدتها او لاختها او لصاحبتها، بيبدا ياخد الشحنه دي كلها، انا داخل على ايه؟ فبيبدا يستوعب. هي عموما ما تقعدش الولد في قعده ستات كده كده يعني، هي عشان ده بيعمل مشاكل. وارد ان هي مثلا تبقى قاعده متوتره، احنا لازم نذاكر، احنا لازم نحجز بقى الدروس من دلوقتي علشان السنه اللي احنا داخلين عليها اولى ثانوي كارثه والاعداد دي كارثه، فبيبدا الطفل يتوتر ويقلق والادرينالين عالي عنده اصلا خلاص، هيبدا ان هو يفكر خلاص في المذاكره. وفي نقطه مهمه قوي بتغفل عنها مش السيدات بس، احنا عموما كلنا في حاجه اسمها العقل الباطن جوه كل واحد فينا. العقل الباطن ده اعمى، أعمى مش بيشوف، غشيم، هو بيسمع بس، بيسمع اللي بتقولهولي وأنا هنفذهولك. العالم إديسون لما اترفد من المدرسة واتفصل والجواب اتبعت، مامته كان ممكن تعمل إيه؟ أنت اترفدت يا حبيبي، شوف لك بقى صنعة عشان أنت مش راضي تذاكر أو مش راضي تتعلم. هي خبت عليه، خبت عليه، لا وقالت له إيه؟ ده أنت عشان شاطر قوي، برافو عليك، أنت ذكي جدا 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 لدرجة المدرسة حاسة إن أنت لا تتوافق مع ذكائك ده. العقل الباطن اول ما سمع يا فندم الكلمه دي اشتغل على كل حاجه صبع. عنده اشتغل على ان انت ذكي جدا، اختار علينا احلى اختراع في العالم. طب دكتوره منى، لو عايزين نعرف دلوقتي ايه امتى وازاي ااهل ولادي لفتره الرجوع للمدرسه دي؟ كتير جدا ما بيقوش عايزين يرجعوا خالص يعني، او تقريبا معظمهم. أيوة، ازاي ااهلهم بطريقه تبقى سليمه ويبقى فيها حكمه واحفزهم كمان؟ بصي يا استاذه معانا دلوقتي خلاص احنا فاضل يعني شهر تقريبا على الدراسه، نبدا ان احنا نعود الاطفال ننام ساعه، في دخلوا على فكره وفي دخلوا في المدرسة دخلت كمان، نبدا ناهلهم ان احنا ننام ساعه بدري ونصحى ساعه بدري، بس مش ننام ساعه بدري ونصحى ساعه بدري وهم حاطين ايديهم على خدهم، ما هيزهقوا يا اما هيناموا. انا اسفه ان انا بقاطعك، بس ده انا عايزه اتكلم عن الاطفال الصغيرين وعايزه اتكلم عن اللي في مرحله ثانوي مثلا. برافو عليك، اللي هم الكبار. هقول لك على حاجه، الموبايل الهواتف الذكيه عامه بقى ايا كان نوع السكرين اللي ماسكها، سواء موبايل تابلت تلفزيون اي حاجه، الشعاع او الضوء الازرق اللي خارج من الموبايل ده على طول بيدي اشارات للمخ ان انت صاحي او ان انت في حاله ان انت صاحي وبتشتغل او بتعمل انشطه، ما بيديش ابدا احساس لا للجسم ولا للمخ ان انت عايز تنام او ان انت محتاج ترتاح، فعلى طول المخ بيبقى نشط. علشان كده قبل ما نيم الطفل لازم يسيب الموبايل ساعتين، ساب الموبايل ساعتين وظائف المخ هتبدا نشاطها يبدا يقل للمستوى الطبيعي. هبدا مثلا لو طفل صغير زي ما حضرتك قلتي سؤالك حلو قوي، هحكي له قصه هيبدا يتاهل، طب غمض عينيك بقى عشان احكي لك اللي بعديها، طب غمض عينيك، هيبدا يسرح وينام. طب الكبير شويه ساب التليفون وعملنا الرولز بتاعتنا قبل ما ننام بساعتين، يا شباب احنا بنحط التليفونات على السفره وانا اولكم نحط التليفون على السفره. كنت اقول لك والاهالي كمان يعملوا بالظبط كده، لان ما ينفعش انا اقول لابني ما تعملش كذا وانا بعمله، ده اسمه تضارب في معامله الطفل. فبقفل الواي فاي كمان، لازم تفهمه هي بتعمل كده ليه وبتعمل يعني كده ليه. صح، اصل الكبير ده هيقول لها اشمعنى، اشمعنى بالظبط كده، ممكن يقول لها لا مش هسيب الموبايل بالظبط كده، فلازم تشرح، فلازم تقول له يعني ده من الاول وانا اللي بعمله، واحنا بنقفل الواي فاي خلاص، هو تقريبا بقى في كل بيت احنا بنقفله وبنسيب كل الموبايلات بتاعتنا على السفره، انا واختك وبابا واخوك الصغير كلنا بتسايبين التليفونات بتاعتنا. يبدا ان هو قاعد زهقان ملان شويه، مخه هيبدا الاشارات تهدى، هيدخل في مرحله النوم. انما ما يجيش طفل مثلا في ثانوي زي ما حضرتك قلتي ماسك طول الوقت هو مش هينام، هو بيدخل من فيديو على فيديو على فيديو على فيديو. ولو تلاحظوا حاجه على السوشيال ميديا، لما بتيجي تدوسي رجوع علشان تخرجي بتلاقيه ده لايك على فيديو تاني، طبعا مش عايزك تخرجي ابدا،
تيجي تخرجي جت رجلك خلاص في الموضوع خلاص جاب رجلك الموضوع فانت لازم تفصلي وتاخدي التليفون وتسيبيه بره. هتلاقي وظائف المخ بدات تهدى، بدا يستشعر جسمه ان هو خلاص في حاله النعاس وبدا الارتياح وعايز ينام، هينام نوم طبيعي. انما طول ما الكارثه ده جنبينا احنا مش هنعرف اصلا ينام. الاضاءه اللي خارجه منه بتنبه الغده الصنوبريه اعتقد اللي هي مسؤوله عن الساعه البيولوجيه، فبتقول انه لا احنا لسه بالنهار لانه في اضاءه داخله، اضاءه مش هينام الازرق عمره. ده عمره ما هيديله ابدا. الميلاتونين بقى راح في حته ثانيه مش موجود. الميلاتونين هو السبب طبعًا في الشعور بالنعاس والارتياح الجسدي. طب والولاد اللي هم في مرحله الثانوي اللي هم زي ما بنقول ايه عندهم تمرد كده، يقول لك مثلا يعني هو خلاص شايف نفسه راجل كبير يعني، يقول لك لا مثلا مش هسيب، لا لا هخلي موبايل، يعني ما بيبقاش ساعات عندك ايه ان انت تعرفي تتحكمي فيه او تتعاملي بقى معاه ازاي؟ ده سؤال واقعي يعني فعلا بيحصل من واقع خبرات وتجارب حقيقيه بنعيش بيها وحاصل في كل البيوت. سؤال حلو قوي، انا مش هسيب الموبايل، اسيبه ليه؟ سؤالي اجابتي قصدي مش دايركت على السؤال، بس هقول لك حاجه حلوه قوي. لو ليكي رصيد عنده هيعمل لك ده. لو ليكي إيه؟ رصيد عنده يعني ايه بقى رصيد؟ بتتكلمي معاه في وقت بتاخديه ليكي انت وهو بس، مش مثلا واقفه مشغول عنه بتعملي حاجات في المطبخ وهو مش عارف يحكي لك، او اخواته قاعدين او انت ماسكه الموبايل. انما لو طول الوقت مثلا في مشاغل وكل حاجه بس في وقت ليك انت وهو، انت عملت ايه النهارده، كان يومك عامل ازاي، انا كان يومي كان كذا، انا كنت صاحي في كذا، طب انت عملت ايه النهارده، في عشم، في بتاخده وتده مع بعض. مش الامر اللي هو سيب موبايلك على السفره مش هينفذ لك اي طلب، انما طول ما انت ليكي رصيد عندي مش هزعلك ابدا. صحيح. فهسيبه حتى لو في تمرد، ده التمرد ده طبيعي، ده لو ما تمردش وخد في الشباب دي المرحله دي لا يبقى هو كده في الاب نورم. يبقى انا لازم يكون عندي رصيد علشان اعمل لك الحاجه. احنا الموضوع ده مهم وعايزين نتكلم فيه اكتر باسهاب، بس هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل الفقره المهمه جدا دي. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا، ما تروحوش في حته، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا مع دكتورة منة بدوي والأطفال والمدارس وحاجات كتيرة جدا. الأطفال والشباب كمان، احنا بنتكلم على في ثانوي دول، لو قلتي له أطفال هيزعلنا ويزعل وهتبقى مشكلة. هيزعل جدا. طبعا. أنا بس عايزة في لقطة كده ساعات بتحصل كتير بطبيعة الحال، ناس غيرت مكان سكنها أو لأي سبب عائلي أو أي مكان السبب. الولاد بيتنقلوا من مدرسة لمدرسة، هنا احنا بنبقى قدام أكتر من مشكلة. أولا مشكلة هم قبولهم للزملاء الجدد، قبولهم للرولز الجديدة أو طبيعة المدرسة الجديدة. الولاد عادة اللي بيكونوا داخلين جداد، فالولاد القدام بيحبوا يعملوا فيه نمرة بتتعمل كده دايما، فلازم أبقى أنا مأهلة نفسيا أنه ما يبقاش صدامي، ردود أفعاله تبقى هادية، يعني يتقبل الامور بصدر رحب، ما يبقاش سيء الظن، يحاول يدخل بالتي هي احسن، يدخل برجله اليمين، يعني في شويه كده اجراءات بتتعمل عشان ما يحصلش الصدام. صح. وكمان انه الامر ما يسلمش، ممكن طفل بيلبس نظاره، طفله شعرها منكوش بطبيعته، طفله قصيره شويه طويله شويتين، فممكن الولاد الصغيرين ما نقدرش نحكمهم في حته التنمر. برضو السلوكيات دي ازاي ان احنا نقدر نظبطها عشان ما تخلقش حاجز نفسي عند ولادنا بعد كده يكره المدرسه ويبقى مش عايز يروح بسبب حاجه كان ممكن عالجها من بدري. صح. يا ريت بقى نتكلم في الاطفال والكبار برضو. الكبار. حاضر. تقبل كمان المدرسه، يعني تقبل كمان ان هو فكره ساب بقى مدرسه وعشره وقعد فيها كتير واتنقل بقى لمدرسه تانية. اولا ما ينفعش ان انا اخد الخطوه دي لو هو كبير، ما ينفعش ان انا اخدها من غير ما اخد رايه او ان انا امهده ليها، او ابدا ان انا اقول له ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون نقلنا من المكان ده للمكان ده واخده اوريه له المكان ده، ما اخدهاش رده فعل او ان انا اقول له امر واقع انا خلاص نقلتك المدرسه او نقلتك المدرسه، لان ده انت خلاص حطيتيني في امر. احنا حتى كبار لما يجي حد يقول لي احنا خلاص عملنا كده انا رافضه ده، انا مش لازم في تاهيل نفسي، لازم في تاهيل نفسي، وان انت حتى طيب خاطري ان انا ممكن اقبل او ارفض، بس في الاخر انت هتشدني ان انا اقبل بس بذكاء.
ما ينفعش اقول له انا خلاص نقلت، ايه رايك احنا هننقل عشان ظروف السكن، عشان الباص غالي. خدي بالك برضو يا استاذه ايمان، في ناس كمان بتنقل مثلا من مدارس انترناشونال او نشر عشان ظروف ماديه او ايا كان، او السكن بتنقل لمدارس مثلا اقل شويه او في المستوى اقل شويه، فده ممكن يحصل اضطراب عند الاطفال ويعمل لهم قلق نفسي وتوتر كمان ليهم. فلازم اهله نفسيا واعرفه الظروف. لو هو كبير ابدا ان انا اتكلم معاه، احنا مثلا محتاجين ننقل من هنا لهنا علشان الظروف 1 2 3، انا مش عارفه ان انت ليك ذنب في كل حاجه، انا مش قصدي ده، بس انت هتساعدني ان انت ما تضغطش كمان على نفسك ولا عليا، هنساعد. وده كمان الامر ده هيخلق عندك مرونه نفسيه، ان مش لازم الناس اللي قاعدين معاك يفضلوا طول الحياه. هتروح شغل وهتسيبه، هتقابل ناس وهتسيبهم، ناس هتبيعك وناس هتسيبك وناس هتفضل بس معاك. في مرحله الدراسه على تنميه وتطوير الذكاء الاكاديمي في التحصيل، لا تنميه وتطوير الذكاء العاطفي كمان، العاطفي كمان من صغره، وان هو ازاي يقدر يكون عنده مرونه في التعامل مع جميع المشاعر، مع اللي بيتعصب، مع اللي بيتخانق كتير، مع واللي جوه طيب، واللي بيحبه، واللي بيتنرفز، الحاجات دي كلها. بشوف امهات بتسخن، تقول لك تجي لها مثلا بنتها تقول لها فلانه اللي معايا في الكلاس قالت لي كذا، ما تسكتيلهاش، ردي عليها وقولي لها كذا كذا كذا. وجروب المامز يا استاذه ايمان، فتروح البنت تاني يوم بالشحنه تروح رايحه تقف الشحنه. وعايزه اقول لك والله على قلم ده الولد ضاع منه القلم، لا انا ابني ما خدش، فتشحن بقى ما عرفتش ترد عليه، فتدخل بقى للولد دي قالت ان هو ما خدش وانت بتقول له اما رحت بكره وضربته وخدت القلم. تلاقي حاجات بقى، انا هنا بديلهم الولد متشحنين صدامي من تحت لتحت، بربي فيهم السلوك الصدامي. ابعدوا نفسكم عن الاطفال لسه صغيرين، لازم يشارك، وعوده ان هو يشارك احتياجاته في السيشن بتاع الارت او حصه الرسم. زميلك احتاج يعني لو جت اشتكت لمامتها ولا الولد جه اشتكى لمامته انه فلانه عمل لي كذا او فلانه عملت لها كذا، الرد الصح هنا بتبقى ايه؟ ردي عليها زي ما قالت لك ولا حبيبتي اكيد مش قصدها، لا ولا ده ولا ده. ايه اللي حصل الاول؟ صاحبتي شدت شعري، ايوه خلاص، فراح بقى ايه اي ام تروح داخله على الجروب ومامه كذا وهنجيبها وهندخل في البرايفت شات وهنزعق والولد يتضغط ويبقى قاعد متوتر. ايه اللي حصل؟ يعني هي شدت شعرك ليه؟ ايه اللي حصل الاول؟ طب اصل هي لما قامت وقفت رحت انا ضحكه بس ما كانش قصدي عليها. طب ما هي كان يمكن انها تكون قصدها ان انت ضحكتي عليها فهي اتكسفت واتحركت فشدت شعرك. طب من الافضل ان انت بكره تروحي تتكلمي معاها، على فكره لو انت شدتي شعري علشان انا ضحكت لما قمتي جاوبتي، أيوة. انا ما كانش قصدي والله، ده انا كنت بضحك على حاجه تانية. هتقول لك انا ما كانش قصدي، وانت هتقولي لها ما كانش قصدي. علمتيها تدوب الخلافات وتدخل هي، وان الاقوى دايما هو اللي بيروح يتكلم وهو اللي خدي بالك يا استاذه ايمان، انا لا قدر الله لو توفيت وسبت اولادي في الدنيا هيعملوا ايه؟ يعني احنا كلنا كامهات مش ما ينفعش يمشوا بعكاكيس طول حياتهم، فاهماني؟ ما ينفعش يمشوا بعكاز طول الحياه. ماما ايه اللي هترد لي؟ ماما ايه اللي هتقول لي؟ ماما هتخش تتخانق لي مع امها، ماما هتدخل تتخانق لي مع باباها، ماما تلاقي الامهات ماسكين في شعر بعض على الجروب بعد كده مبهدلين بعض يعني. فليه بقى؟ طب ما اعلم بنتي ازاي هي ترد لما تكبر وتشتغل، او ابني العصب اللي بيتنرفز وبيضرب اخته، معلمه بدل ما يروح الشركه ويقطع الملف بتاعه مثلا في الشركه، معلمه ازاي يرد بادب وباحترام وبياخد حقه بذكاء من غير ما يغلط، من غير ما يزعق. في بنات كتير لما بيحصل مشكله زي دي او بتحصل مشكله مع زميلتها بتبقى من النوع الخجول مثلا، او بتتكسف مهما بتقولي لها حتى في سن كبير، او انت تخليها ان هي لا انت عاملي وانت تقولك ايه لا خلاص 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 مش مهمه مش مشكله مش عايزه، ويفضل الموضوع جواها. يا بنتي مثلا اتكلمي معاها شوفي، او يعني بتحاولي تخليها ان زي ما انت بتقولي ما بقاش في عكاكيز، صح، لكن هي بتبقى طبيعتها كده. اولا بتتعامل ازاي مع طبيعه البنت او الولد انا اسفه اللي بيكون كتوم؟ هو كتوم وبيبقى فيها حته شويه خوف، واحدة شوية مش واثق في نفسي وقلقان من رد فعلي اللي قدامي. لكن لو انا واثق من نفسي وعارف ان انا لو اتكلمت ان انا ممكن اخد حقي وان انا ممكن يبقى في تواصل ما بيني وما بينه، هبدا ان انا اقول لها انت عملتي 1 2 3، او اللي حصل منك ده حصل ليه، او ايه كان السبب، او اروح اقول للميس بتاعتي او اشتكي للميس بتاعتي، او اتكلم مع الاخصائي الاجتماعي في المدرسه او الاخصائي النفسي في المدرسه، فاهماني؟ يعني في كذا وسيله اقدر اتواصل مع زميلتي في الفصل لو هي ضايقتني او هي زعلتني،
طب انا عايز اقول لك حاجه بقى بالمناسبه دي يا دكتوره منى، يعني لن اخفيكي سرا انه في ولاد صغيرين بيبقوا كاتومين ومش عايزين يقولوا ايه اللي حصل في المدرسه، لان هم نفسهم ما عندهمش ثقه في رده فعل الام او الاب لو جم المدرسه. فالام بتيجي اما لو هو ولد بتيجي تحرجه قدام زمايله، او لو هي بنت بتيجي تصغرها قدام زمايلها. ردود افعالنا ساعات بتكون سبب في ان اولادنا يبطلوا يحكوا لنا حاجه او يبطلوا يشركونا معاهم. صح، ومش هقول لك على اي حاجه تاني ومش هحكي لك حاجه تاني لان انت احرجتيني في المدرسه. ولو قلتي لمامه فلان او لو قلتي لمامه مش عارف مين، انا بشكي لك بس مش هقول لك خلاص والله العظيم هقول لك حاجه تاني انت عملتي مشكله. بتلاقي عشان بتلاقي التصرف من الناحيه الثانيه او من الام الثانيه اكبر من الفعل، غير طبيعي. فبيحصل مشكله بقى بتتفاخم والموضوع ممكن يبقى عبيط جدا. صح، زي ما أستاذة إيمان وحضرتك قلتوا، السؤال في الإجابة ذات نفسه. ردة فعل الأم بتخلي الطفل يبعد إن هو يحكي لها. طبعًا. دايماً استني لحد ما يحكي لك المشكلة للآخر. عوديه دايماً ما يبصش ويلقي الضوء على اللي حصل فيه، احكي لي من البداية اللي انت عملته فالسبب ده حصل ده. أبدأ إن أنا أوعيه إن زي ما احنا غيرنا بيخطئ احنا كمان بناخدها واحدة 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 واحدة، بس وابدا ان انا انور عينيه ان انت كمان ممكن تغلط وان انت كمان تعتذر وادي مساحه لغيرك. بس لو اكتشفت انه غلطان قدام زمايله ما احرجوش وابدا ان انا اتكلم معاه الكلام ده بالظبط. وبرده الناحيه الثانيه ولا ارفعه، انا ابني ما بيغلطش ابدا وتعمل لك كده. ايوه ما بيغلطش ابدا، ما هو ما بيغلطش ابدا، انت تقعدي تدلعي فيه. هو انا ابني ما بيكذبش، ما بيعملش كده ابدا. ابدا ان انا لا ده صح ولا ده صح بالظبط. طب دكتوره منى، لو حاجه مثلا ثانيه احنا كنا بنتكلم، مش عايزه بس ابعد عنها عشان موضوع مهم قوي. نقل المدارس، نقلت المدرسه، اوكي تمام، حصل مشكله نفسيه بقى خلاص، وهو خلاص هيفضل في المدرسه او هي هتفضل في المدرسه لسبب ما. حصل طيب هو لسه هيدخل برضو الصغيرين والكبار ماشي، ولا دخل يعني احنا دخل خلاص نقلنا مدرسه وخلاص ومهدنا وعملنا كل حاجه زي جد. ما حضرتك قلت حلو جدا. بعد كده ابتدى يحصل مشاكل نفسيه، بالذات مثلا لو البنت كبيره او الولد كبير ومش قادر يتأقلم على الجو الجديد، بقى له مثلا في مدرستها الثانيه سنين طويلة عمر، وحصل بقى مشكله نفسيه وخلاص احنا محطوطين في المدرسه دي، هبدا ان انا العب الدفاع الاول ليا الاصدقاء. اول حاجه اللي هتحببها في المدرسه وهتحببها كمان في المدرسين اللي في المدرسه، حتى لو هي رافضه مدرس بعينه او رافضه مدرسه بعينها، هتحب المدرسه عشان التجمع الاصدقاء. اول حاجه اعودها ازاي تبقى واثقه في نفسها، انت جميله وانت حلوه، بصي على نقط القوة اللي جواكي، ما تبصيش على الضعف الأكتر. لو أنت مهزوزة في نقطة معينة أو مش حابة شكلك في حاجة معينة ما تركزيش معاها، بل بالعكس دي ممكن تبقى رمز للقوة ليكي في يوم ما. اشتغلي على المواهب بتاعتك، لو بترسم حلو تبدع في النقط دي، لو بتعمل كروشيه والحاجات الهاند ميد ابدعي في دي، بتعرف تمثل كورسات تمثيل، بتعرف تتكلم كتير، البنات معروفة عنها الرغي، كورس إذاعة، دوبلاج، الحاجات دي كلها بتنمي مهارات الطفل. مش لازم نبقى مركزين بس على المستوى الاكاديمي. صح. والدراسي ده كارثه والله. يعني انا هستفاد بايه دكتور وادي الدنيا ومتلعثم مش واثق في نفسه، كاره اللي حواليه، كاره دنيته، كاره نفسه، مكتئب، شعره بيقع، حاجات كتير قوي، امراض نفسيه. يبقى نفسيه ابني وبعدين كده التعليم. اهم حاجة كانت امي دايما تقول اهم حاجه الصحه النفسيه. اهم حاجه ولادي يبقوا نفسيتهم سليمه، ده حقيقي. يعني ما كان مش دايما، او حضرتك بقى انصحي الامهات. أيوة، هل دايما ان ابني لازم يبقى متفوق واقف عند الدرجه والنص درجه وكده، او بنقف عند الدرجه ونص درجه والبطولات؟ والله يا استاذه مها، وانت ما خدتش البطوله انت معاقب، انت ما خدتش الميداليه، كوارث. عمل اللي عليه وشايفه. انا حابه اقول بس حاجه دكتوره منى، ان احنا لايف الحلقه الفقره دي لايف على صفحتنا على سي بي سي الستات، فياريت تبعتوا لنا اسئلتكم وهنجاوب عليها دلوقتي على الهواء. وفي كمان وديع يوسف من كندا بتحييك يا دكتوره وبتتابعنا دلوقتي، يعني صديقه للبرنامج دايما ما بتفوتش حلقه. شكرا ليك يا وديع، وتحياتي لكل العرب عموما كلهم اللي في كندا وفي كل مكان. كمان على النقيض انه انت جميله وانت فيكي حاجات كويسه، عشان اعزز ثقتها في نفسها عشان تقدر تتقبل الوضع اللي هي فيه. ساعات الام بتعملها بتأفور فيها، ما هو برده ساعات ايه يعني الواحد بيزودها، فتاخد جرعه زياده، اوفر دوز، فتاخد البنت اوفر دوز فتروح بقى ايه، لا ده انا احسن واحده، ده انا اشطر واحده، ده انا اشيك واحده، فبقى في افعى للتفضيل.
معانا بقى فيبتدي ده يتسبب في نفور زميلاتها منها بعد كده لو انت شايفه نفسك على ايه يعني فيبتدي يحصل برضو صدام بطريقه مختلفه. ده حقيقي ده صح. لو الام طول الوقت بتفضل ان هي تتكلم فعلا ان انت احسن واحد وان انت اشطر واحد او انت اجمل واحده وما فيكيش منك ثلاثة أربعة في العالم كله، فهتفضل البنت حاطه في بالها ان هي لا هي مميزه طول الوقت وما ينفعش حد يتحط جنبها في مقارنه والحاجات دي كلها، فبتلعب على نفسيه الطفله بل بالعكس يبداوا ينفروا منها في شويه حاجات كده. لو رسخناها مع اولادنا هتثبت فيهم. اول حاجه السن الصغير، خلينا نبدا من السن الصغير نعلمه ان هو يسيب مساحه لغيره يتكلم. يعني لو الميس بتسال سؤال ما يفضلش هو عايز يجاوب طول الوقت، ادي مساحه لزمايلك. لو حد وقع ما تضحكش عليه، ساعده، شارك زمايلك ادواتك، استخدم فنيه التسامح وانا اسف وبعد اذنك، ويكون على قد الموقف، جيش مثلا زقيته تعور وتبهدل وفي دم وحاجات وتيجي تقوله معلش وتمشي، لا ساعده وقفه وخده عند الدكتور تحت في المدرسه بتاعتك، حاول ان انت تطمن عليه تقف معاه تعمل مسؤوليه شوية. كمان بالظبط كده شارك معاهم. وكمان في نقطه مهمه ما نغيبش الولاد، لان لما الولاد بتغيب بيحسوا ان هم بيفقدوا المشاعر الالفه اللي ما بينهم، ما تغيبوش غير في الضروره القصوى. صحيح. يعني لو تعبان قوي لو مريض قوي ماشي نغيب، غير كده ودي ابنك كل يوم المدرسه صحيه جدا ينزل ويتفاعل مع ده ويساعد بقى هيكون بقى علاقاته الاجتماعيه ويلعبوا مع بعض. لو بنوته كبيره زي ما حضرتك سالتي او ولد كبير ابدا اشاركه مع صحابك، ايه رايك تعزمي صديقاتك النهارده؟ ايه رايك تخرجي معاهم يوم؟ تروحي معاهم النادي؟ طب اكتر لعبه انت بتحبيها ايه؟ او انت بتمارسي رياضه ايه؟ ما معهاش لعبه او بتمارس رياضه، طب ايه رايك تشوفي هم بيلعبوا ايه في المدرسه؟ تروحي تستخدمي معاهم نشاط مثلا رياضي في المدرسه؟ ايه رايك نعمل يوم في الديش بارتي في المدرسه ونستاذن مثلا من الاداره عشان انت تتعرضي ليهم وتتالفي معاهم؟ حاجه زي ما قلتي او اللي انا شايفاه ان الاصدقاء اشتغل على موضوع الاصدقاء جداً اكتر حاجه جدا جدا هيديها دعم نفسي قوي، هتقدر انها تتكلم، هتحس ان في امان كمان في المدرسه، بتعرف تفضفض تتكلم، مش على طول محطوط عليها اونس بوت ان هي واحده جديده داخله عليهم الكلاس فمنفورين منها او في نفور ما بينهم وما بينها. لا لازم اشتغل على النقطه دي جدا. جزئيه بقى استاذه ايمان والتنمر دي نقطة مهمة جدا 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 لغاية سن كبير كمان لحد سن كبير. خلينا أقولك هو احنا ازاي بنخلق طفل متنمر في البيت من هو صغير؟ عشان احنا نفسنا في البيت متنمرين بالظبط كده. وبنعمل ايه؟ عنف أسري، الأب بيفضل طول الوقت ايه شكلك ده؟ انت الفاظ طبعا ممكن تضايق الام، انت شكلك مش حلو، انت تخنانه، انت يبدا ان هو يضايقها. الام ساعات بتبقى ماسكه التليفون بتكلم صاحبتها، شفتي فلانه وكانت عامله شعرها ايه، المنظر عليك اللي هي عاملاه وايه اللي هي لابسه وايه لا. برافو. فالبنت بتطلع بطبيعه الحال، ما هو بنفس الطريقه على امها زي ما بيقولوا بنفس الطريقه، فاحنا لازم نبقى قدوه بالنسبه لهم. وكمان مش التنمر بس، ضرب الطفل على اتفه الاسباب. ما هو بيعمل حلقه اسمها التعويض، ميكانيزم الدفاع نفسي جوه كل واحد فينا حاجه اسمها تعويض. في مشاكل انا اتضربت فهلاقي اضعف مشاكل مني فهتنمر عليه. لا وبتشوفي المشاكل قد ايه بتبدا من الاهل، من الصغر ومن الاهل كمان. فبنبدا ان احنا نخلق ده، العنف الاسري، ضرب الزوج للزوجه، التفضيل بين الاطفال، دي اختك احلى منك، ده انت هي اشطر منك، انت ما بتذاكرش، انت مستواك وحش، ممنوع المقارنه ما بين الاطفال. طبعا الشعور الطفل بالوحده، انت ما بتتكلمش معايا، ما فيش حوار ما بينك وما بينه. دي كلها من اسباب خلق طفل او طفله متنمر من البيت. يجي ينفذ ده في المدرسه على طفله لابسه نظاره، على طفله شعرها كيرلي، على طفله سمره شويه، على طفله ملامحها واضحه اكتر، فاهماني؟ يبدا يظهر التعويض ده عليهم كلهم. اعالج ده بقى ازاي؟ يعني اعالج التنمر ده ازاي؟ يا ريت نقولها لان الوقت خلاص معانا، فياريت نقولها سريعا عشان الناس تعرف. انا هقولها في خطوتين. تفضل. اول حاجه استخدمي مع ابنك حتى لو كبير او صغير الفنيه دي، تستخدم فنيه نفسيه، تستخدم لعب الادوار، حاجه اسمها تبادل الادوار. انا الطفل اصغر او طفل لابس نظاره او اسمر او شعر كيرلي، وانت الشخص اللي بتتنمر عليه، حط نفسك مطرحه. برافو عليك. انا عماله اقول لك 1 2 3 وشوف احساسك، وحطي ابنك تحت ضغط الموقف فعلا. عايزه تطلعي فعلا رد فعل صح، حطي ابنك تحت ضغط الوقت، شوف انت احساسك من جوه هتبقى متألم ازاي او منبوذ ازاي وانت قاعد لوحدك مثلا في الكلاس وكلهم مع بعض، وشوف احساس الثانيه يبقى عامل ازاي. الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه ان انا ابدا اتكلم معاه طول الوقت عن اهميه ان احنا بنساعد غيرنا، عن اهميه ان احنا كلنا واحد، ملناش دعوه ولا بتحيز ديني ولا بعنف
عنصر طبقي ولا مستوى مادي ولا لون بشرة ولا لون شعر ولا شكل ولا شكل جسم ولا أي حاجة من التفاصيل ده. أنت صاحبك بتحبه عشان صاحبك، عشان إخلاقه لا أكتر ولا أقل. ونفسي حاجة بس أخيرة أقولها لكم وتكون يعني سابقة للبرنامج، نفسي كرتون يحط فيه أطفال فيها كل المشاكل دي، فيها أطفال للداون، فيها اطفال للاوتيزم ممكن يرفرف او بيمشي على ترتيب، الاطفال السي بي شلل الدماغ اللي قاعدين على كراسي. نفسي اشوف كرتون بيحتوي على كل الاطفال دي عشان الاطفال تبعد عن التنمر، لان دي اكتر اطفال حاجه مهمه جدا جدا للاعاقه. نفسي اشوف كرتون يعني فيه كده ان شاء الله. يا رب نشكرك وان شاء الله يعني لسه لينا حلقات تانية جايه. هنروح لفاصل سريع ونرجع مع نور البرنامج الحاجة الجميلة ياسمين الحصري، ما تروحوش في حتة واستنونا. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه الفرق بين اسم ربنا سبحانه وتعالى الغفور وبين اسمه عز وجل الغفار؟ إزاي إنه الاستغفار هو واحد من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى؟ إزاي الاستغفار أفضل وأسهل طريق التقرب من ربنا؟ هل صحيح ان ربنا بيدي المستغفرين اكتر مما بيدي السائلين؟ طب ايه السبب؟ كل الاسئله دي واكتر منها هنتكلم عنها مع الحاجه ياسمين الحصري نور البرنامج، وكلام في فضل الاستغفار وبركته. اهلا وسهلا بك يا حاجه ياسمين. اهلا بحضرتك، بتنوري الدنيا كلها مش البرنامج بس. يا رب نور حياتنا كده ان شاء الله برضاه وبعفو ويكتب لنا ان شاء الله يا رب كده القبول. وعموما الحلقة النهاردة فعلا يعني كلنا محتاجينها. وحشتينا قوي يا حاجة. الله يبارك فيك. شكرا والله. يا حبيبتي، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حضرتك قلتي في إيه الفرق بين الغفور والغفار. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه غفور، غفور ورحيم. فغفور يعني إيه؟ مع كثرة الذنوب وكثرة يعني اللجوء إلى الله فبيبقى غفور ورحيم يعني بلا حدود، غافر الذنب وقابل التوب مع كثرتها. المعنيين تقريبا يعني هو غفور جاي من مشتق من يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله مغفرته واسعة وبابه مفتوح، وفي اي وقت اي انسان عباده تلجا ليه بيفرح بوجودهم، بيفرح بانهم فعلا يسارعوا عشان خاطر بالتوبه والاستغفار. فربنا جل جلاله فعلا هذا الباب المفتوح مفتوح للعبد لغايه ما العبد روحه كده تغرغر يعني لغايه ما يلقى الله سبحانه وتعالى. فما فيش اطلاقا اي حجة لأي إنسان، لأن إحنا سبحان الله كلنا خطائين زي ما سيدنا النبي قال وخير الخطائين التوابون، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وإحنا طبعا يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عندنا يعني النفس اللوامة، عندنا النفس الأمارة بالسوء، عندنا النفوس المتقلبة دي، فمحتاجة دايما زي ما بنقول كده يعني اي حتى اي حاجه في الدنيا محتاجه انها تتنظف، محتاجه ان احنا يعني لو حتى سافر الانسان في اي مكان كده وغاب اسبوع الاسبوعين بيرجع مع ان موظف البيت وسايبه ونضيف، لكن يرجع يلاقي برضه في تراب في حاجه. فبالك بقى بالقلب المؤمن، قلب المؤمن اللي ربنا خلقه قلب طاهر ونضيف وسليم، فمحتاج كل شويه ان البني ادم يطل على قلبه كده ويشوف ويشوف يا ترى هو أذنب، لأن أي ذنب بيبقى زي ما شبه لنا العلماء بيبقى بيدي أي ذنب بيدي زي نقطة سودة كده على القلب. أيوة. ما كناش بسرعة نرجع ونشيل سبحان الله بالاستغفار ننظف أول بول، فلا قدر الله يحصل ران ويحصل بقى يعني زي المراية كده لما تحط فيها حاجة حاجة نقطة ورا نقطة ورا نقطة تعمل حجاب. صحيح. والمؤمن المفروض بيرى بنور الله، ليه؟ لأنه تواب على طول، يعني يلجأ إلى الله هو اللي خلقنا. يعني أنا بستغرب أحيانا لما الإنسان يتوه مع أن ربنا عمل لنا
يعني ما سابلناش اطلاقا اي حاجه في حياه الانسان او اي ضائقه الا ما جعلها الابواب مفتوحه. لما الانسان يغلط يجري يسارع على طول، يسارع عشان خاطر احنا مالناش الا ربنا، ربنا اقرب الينا من حبل الوريد. صحيح. انا بستغرب لاي انسان يبقى في ضائقه يدور على حد يشتكي له، يدور على حد يقول له. نشتكي الله لخلق الله؟ لا، ما نشتكيش، لان اقدار الله كلها خير، واقدار الله كلها فيها. لما الانسان يتامل كده، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، هنلاقي ان ربنا بيقدر لنا الخير، لكن عايز حكمه، عايز صبر، عايز رويه. فلما نسارع الى الله سبحانه وتعالى هنلاقي ربنا يفرح بينا قوي خالص. يعني سبحان الله، كان يعني في الحديث القدسي تقريبا ان بيمثل لهذه الواقع، ان الانسان لما واحد عبد كده تاه في فلا في 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 سبحان الله في صحراء، وكان معاه الجمل بتاعه والنقه بتاعته وعليها بقى طبعا الاكل والشرب، فسبحان الله تاهت وغفل ما لقاهاش. انت متخيله بقى انسان خلاص يعني حس ان كل حاجه ضاعت من حياته. أيوة. كل يعني اللي الناقه اللي هتنقله، الاكل، الطعام، الشرب، فيأس خلاص، قالت كده وقعد كده، وبعدين يعني قعد ينتظر الموت كده وغفل شويه، ففتح عينيه لقى سبحان الله الراحله بتاعته موجوده والاكل والشرب. فمن كتر فرحته قال اللهم، بدل ما يقول اللهم انت ربي، قال اللهم انت عبدي. يعني من كتر ما هو يعني في لهفته فغلط، فسبحان الله، شوف فرحته، من فرحته الكلام ما اسعفوش. أيوة. انت متخيله هذا المثل؟ بيقول لك ربنا افرح بالعبد اللي بيلجأ له من هذا الرجل. يعني الرجل اللي ضاعت منه كل حاجه وبقى وصل لمرحله الياس خلاص، لكن لما ردت ربنا رد له كل يعني كل حاجاته، فشوف فرحته الكبيره. شوف ربنا سبحانه وتعالى، هذا المثل بيضرب ان ربنا بيفرح بتوبه عبده ابيه، بيفرح ان الانسان الرجاع الاول باول كده سبحان الله يستغفر ويتوب ويقعد كده. يعني النفس اللوامه بتعمل ايه؟ بتقعد تحاسب نفسها، انا عملت لي كده، انا قلت لي كده، ويستغفر من قلبه. لان اصل الاستغفار مش بس الفاظ، لا، ده توبه حقيقيه، والانسان يقعد فعلا يحاسب نفسه، ليه انا بعمل كده؟ سبحان الله، ازاي اغضب ربنا اللي بحبه؟ ازاي اغضب ربنا مالك الملك؟ سبحان الله. عشان كده يعني حتى يقال ان الاستغفار والتوبه ان سبحان الله اجرهم اعلى من الايه، من الدعاء شويه. يعني الانسان لما لقى السبب، اصلك انت لما بتقعدي تقري قران اللي هو رسائل ربنا لينا، ان كلام ربنا لينا، وتقعدي سبحان الله تراجع نفسك كده وتتاملي وتتدبري وتفكري سبحان الله، وتقولي وتستغفري بقى، وتقعدي سبحان الله تذكري الله سبحانه وتعالى، فدي معناها ان انت بتلجأ الى الله سبحانه وتعالى، ويعني بتفر الى الله، حبك لله سبحانه وتعالى، وان انت حريصه على انك فعلا تبقي في طاعه اقوى من ان انت ايه، يا رب انا عايز تغنيني، يا رب انا عايز فلوس، يا رب ارزقني بولد. يعني طلباتك هتبقى يعني شويه اقل درجه. طبعا ربنا عايزين نلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة، وربنا بيحب إن احنا الإنسان اللحوح كمان اللي يطلب من ربنا. لكن يعني حتى بعض العلماء قالوا إن هو الاستغفار مع سبحان الله ذكر الله، بإنه يركز كده في كلام الله ويقرأ القرآن رسائل ربنا لينا، والاستغفار على طول، والصلوات على سيدنا النبي، وهذه الحاجات الجميلة اللي بتشرح الصدر اللي بتزيل الهم دي، يمكن يعني الإنسان حريص عليها ده بال حضرتك اكتر من انه ينشغل بطلباته. ايوه، فاهمة حضرتك والناس ازاي؟ والناس يا حاجة ياسمين اللي هي اسرفوا على انفسهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تقنطوا من رحمة أيوة الله. ايوه ايوه، انا عملت ذنوب كتير قوي ودعيت ربنا سبحانه وتعالى انه يغفر لي، بس ما هو هيغفر لي كل الذنوب دي، بس دي ذنوب كبيرة قوي. لا، هو اي نعم الحياء من الله مطلوب. أيوة. ده بالك ازاي؟ لكن مع الحياء مفيش قنوط، مفيش ابدا يأس في ديننا ابدا. انا بقول لحضرتك شوف الراجل اللي قتل 99. أيوة. وراح لاحد الناس الطيبين العباد وقال له، فقال له يعني عليك توبه ايه وبتاع ايه، فقتله، فيعني كمل المية كان ناقص يعني. فسبحان الله راح بقى الواحد من احد العلماء بقى، عشان هنا الفرق بين العابد والعالم. العلماء ورثة الانبياء. فراح قال له لا 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 ولا حاجه، انت بس البلد اللي انت كنت فيها دي يعني ايه، سيبها
هي كانت يمكن ايه بتضايقك ولا فيها حاجات كده تدفعك لأ واخد بالك، ففر بيها وفر منها وروح كده ان شاء الله مكان اخر. وانتقل سبحان الله، وربنا قال للملائكه بمعنى في هذا الحديث ان عدوا الخطوات وتكون اقرب الى المكان اللي رايحه ده من المكان اللي كان فيه. فسبحان الله ربنا غفر له مجرد ايه؟ انه رجاع، انه تاب الى الله، انه حاسس ان يعني زي ما حضرتك قلت يا الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ده ربنا غفور، ربنا غافر الذنب وقابل التوب، بس ايه شديد العقاب ده الطول. يعني احنا الانسان ما يركنش قوي وما يحسش بقى ما يستهينش الغرور. لا شوفي يعني الاستهتار او كده لا. الانسان اولا، وعشان كده التوبه تبقى ايه؟ توبه من القلب فعلا. ان انت حاسه فعلا لا ازاي اعمل كده، ازاي اغضب ربنا، ازاي نعمل حاجه يعني فيها يعني الشيطان يعدكم الفقر. دايما الشيطان اصله ده هو اللي دافع لكل سيئة، هو ده بتوعد الإنسان، بتوعده سبحان الله. فكون الإنسان يبقى مع عدوه ويعصي ربنا، يعني يبقى يسمع الشيطان بإلحاحه وبمغرياته وبالفتن الموجودة سبحان الله، فإنه يعصي ربنا لا. فالرجاع ده معناه إنه بيفوق ايه؟ ويرجع بقى للقلب، القلب النظيف، القلب السليم، لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على هذا القلب وعايزه دايما كده نقي وصافي وسليم، الا من اتى الله بقلب سليم. نعم، عايزه تقولي يا حبيبتي؟ عايزه اسال حضرتك قلتي ان الاستغفار يعني احب الى الله من السؤال او السائلين. أي. هل ده ان انا افضل اقول يعني كلمة استغفر الله كده؟ لا يا حبيبتي، في يعني هو اللي ربنا شغله، اللي عنده وعي، اللي عنده حكمة، اللي شغله دايما بطاعته. أصل لما نقرأ قرآن معناه إيه؟ معناه إن إحنا بنسمع رسائل الله لينا، إن إحنا بنتدبر في معاني في الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهولنا. فكونك تنشغلي بطاعة الله وتنشغلي بالذكر، لأن الذكر سبحان الله أولا مغفرة برضو للذنوب. الذكر يعني من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني كونك أن أنت تنشغلي بالله سبحانه وتعالى وتنشغلي بنعم الله عليك وتحاولي أنت تبقى على طول في معية الله. أيوة. بيبقى في لها الأولوية عن انك انت طول النهار يا رب بوسع رزقي وعايز فلوس، يا رب انا على يدين وعايز كذا. خد بالك ازاي في اولويات طبعا. الاثنين مطلوبين، لكن في افضليه. أيوة. يعني الافضليه ان انت اولا تنشغلي بالله وبحب الله وتنشغلي بنعم ربنا اللي مديها لك. أيوة. وتحاولي كده ان انت تبقي على طول بتحسني الظن، بتحاولي دايما تحس ان انت ربنا لا تعد ولا تحصى. وده بالك كن مع هذا، مع ايه بقى؟ مع ان انت طبعا بتطلب وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في اي ضائقه بتلجا الى الله، بس عندنا ابواب مفتوحه كثيره حتى للرزق. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. اهو اللي عايز فلوس وفي ضائقه ولا حاجه، شوف ازاي باب الاستغفار في ايه؟ ويمددكم باموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني شوفي حتى الاستغفار، من لزم الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى بيفرج كربه وبيذهل همه وبيرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب. بمعنى ايه؟ يعني انت حاسه ان هو رزقك بيجي من مرتب في وظيفه معينه، رزقك مثلا بيرتب من ميراث من حد، لكن ربنا من حيث لا تدري تلاقي ربنا سبحانه وتعالى. والرزق مش فلوسه بس. أيوة. الرزق راحت بال، الرزق انبساط كده في البال. أيوة. الرزق لما تبقى في ضائقه يوم ربنا يديك نعمه البسط كده سبحان الله. أيوة. ويسر امرك ويشرح صدرك كده. يشرح صدرك كده وتلاقيك بسم الله ما شاء الله والامور قدامك هينه، مفيش صعاب، مفيش حاجه، انت في معيه الله، انت يديك نعمه الرضا، النعمة سبحان الله اللي انت تبقي حاسه كده وحاسه ان بطمأنينه بامان. النعم ربنا لا تعد. فربنا سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا تدري ولا تحتسبي كده بايه؟ سبحان الله بكثره الاستغفار، بالصلوات على سيدنا النبي طبعا، تذيل الهم وسبحان الله وتغفر الذنب عندنا. بس الاستغفار الحقيقه والتوبه من اوسع الابواب. يعني اي انسان ما يستكثرش، ده رب الغفور
بس نلجأ له بصدق، نلجأ له بإيه؟ بعمل صالح، إن فعلا أولا تقعدي كده تستحضري كده إن أنت واقفة قدام ربنا كده وفي حياء كده، وإن بتقول يا رب سامحني فعلا، إزاي أتجرأ كده وأعمل الغلطة الفلانية، إزاي أكل لحمة أختي سبحان الله ميتة، أنت عارفة الغيبة يعني إيه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنت متخيلة أن أنت لما تغتبيها كأنك بتاكلي لحمها ميت؟ معمولة؟ لما تستحضري المعنى ده بس وتبتدي فعلا تحسي تتوقي وتتنبهي وتبال حضرتك إزاي، هتبقى توبتك توبة حقيقية. أيوه. غير الاستهتار أن واحد يقولك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، خلاص يا سيدة استغفر، لا لا لازم في حياء من الله. أيوه. يعني طبعا يبقى عندك سبحان الله يعني ننزل الأشياء منازلها، واخد بالك، ندي ربنا قدره وحقه، هنا بيجي من محبتك لربنا، لما تحبي ربنا وتحبي شوفي نعمه لا تعد ولا تحصى، ان انت عايشه سبحان الله بتتنفسي وبتتحركي وعندك اولادك وعندك بيت وعندك يعني من بات امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يوم كانما حيزت له الدنيا، مين بيقعد يفكر كده؟ ده اذا ما كانتش الثلاجه والفريزر والبتاع مليان وشايفين وتجيب الحاجه بدل الحاجه تقضيكي شهر تقضيكي ست اشهر بتبقي قلقانه، لا مش ده المطلوب ابدا، ده المطلوب الراحه والسكينه والرضا والقناعه، وان انت فعلا تستشعري ان ربنا رؤوف ورحيم ورزاق وعندك ابواب مفتوحه للخير، بحيث ان انت المسلم لا يقنط لا ييأس، يصلح بس النيه مع ربنا. يعني نحسن الظن اولا وناخد بالاسباب ونحاول فعلا الاستغفار ده، نحس انت عارفه ازاي، انت عارفه لما تكوني في مشوار كده وتعبانه وجايه من مشوار كان فيه رمله وفيه بتاع واخدت كده حمام كده مش بتفوقي، الاستغفار ده زي اغتسال كده، بتغتسلي بتغسلي قلبك، قلبك اللي ملك الله، قلبك اللي ربنا مطلع عليه، قلبك اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك، يعني الا من اتى الله بقلب سليم، فلما تنظفيه هتنظفيه بايه؟ طب انت الهدوم بتغسليها مش عارفه بالمساحيق، القلب بقى يتغسل بايه؟ بالتوبه بالاستغفار. فعندك انت اهو مساحيق مجانا مش هتدفعي فيها حاجه، هو كل ما هنالك ان انت تصدق النيه فعلا مع الله، ان انت تقعدي كده وتقولي سبحان الله ده انا يعني ايه الشيطان ده، اعوذ بالله اعوذ بالله ستار يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبتدي تسترجعي وتحس في بالوجع فعلا وتندمي ان انت مش وتحس ان انت فعلا مش هتعملي العمل ده تاني، مش مثلا كده يا الله، لا عن يقين ان انت بتغتسلي، عن يقين ان انت بتنظفي قلبك، عشان المؤمن يرى بنور الله بايه؟ لما يبقى قلبك سليم وقلبك نقي وسريرتك حلوه ونيتك صافيه ومحبه ومقدره لنعم الله عليكي، يبقى الاستغفار هنا فعلا جميل وتحس كده فعلا يا سلام في السجده كده لما تصلي بس ركعتين في جوف الليل كده وتقعدي كده تستغفري الله سبحان الله، المستغفرين بالاسحار ليه؟ لان انت عارفه وقت هدوء وسكينه لا قدام الناس ولا حد بقى شغلك ولا قدامك مشاغل ولا يعني مرتبطه بقى بعمل ولا اولاد ولا زوج ولا كده، لما تحس كده انك في خلوه مع الله سبحانه وتعالى. ليه الصالحين كان حته الخلوه بتاعتهم دي؟ عشان خاطر فعلا انت عارفه ازاي يعني يأتنسوا كده بالله سبحانه وتعالى، بالاستغفار لله، بالتوبه والرجوع الى الله، لانه قلت لك كل بني ادم خطاء، ما حدش يقول انا ما عنديش، لا كلنا، ربنا يستر عيوبنا ويعفو عنا ويعافينا يا رب، فاحنا دايما نحاول انسان يكون رجاع، يبقى على يقين ان الباب مفتوح، مفيش اطلاقا اي عاصي يقول لك طبعا هروح فين؟ هروح فين يا رب؟ ده انا الذنوب، لا بالعكس، انت ان ما كناش نلجا الى الله اللي هو خالقنا اللي مدينا المفاتيح اللي فتح لنا الابواب، مفيش اطلاقا اي عذر لاي انسان، نستغفر الله بس سبحانه وتعالى بايه؟ يعني باراده سليمه، بنيه سليمه، بسبحان الله بعمل صالح، يعني سبحان الله السيئات تذهب الايه؟ الحسنات تذهب السيئات، واخد بال حضرتك؟ زي الراجل اللي كان سبحان الله كان اخطا كده وراح لسيدنا النبي وبعدين جات الصلاه فقال له نقوم نصلي، فبعد ما صلى قال له صليت والحمد لله استغفرت ربنا خلاص، انما الحسنات تذهب السيئات، يعني الانسان بركعتين لله مجرد ما بتتوضي سبحان الله بتنزل منك من كل اعضائك، سواء قلت كلمه مثلا فيها سبحان الله يعني همز ولا لمزه او عينيكي بصت لحاجه مش محرمه ولا مشيتي في مشوار ما كانش مفروض تروحيه ولا ايديك امتدت لحاجه مش بتاعتك،
كل أعضائك أنت مجرد إصباغ الوضوء يا جماعة. سبحان الله، ما من أبواب رحمة ربنا علينا دي طهارة وطهور سبحان الله. مجرد ما وقفتي ربنا كنت قلتي الله أكبر الله أكبر عن أي حاجة تشغلني، إن أنت انشغلتي بقى بالله سبحانه وتعالى وحسيتي إن الشيطان فعلا فعلا هو الشيطان أعوذ بالله، ده أعدى أعدائنا. ده سبحان الله هذا الشيطان اللي يعني مش عايز أقول اللي يعني لما ربنا أمره بإن يسجد لآدم اتكبر، عشان كده من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة سبحان الله. فعشان كده لما تحسي بقى ان أعدى أعدائك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء دي وتبتدي تتنبهي ازاي؟ تستغفر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللي ربنا المعصوم اللي غفر ربنا له ما تقدم وما تأخر، كان في أي مجلس بيستغفر الله 70 مرة و100 مرة عشان يعلمنا، لأنه هو قدوتنا. فإحنا لما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا بالدعاء وبالدعاء عن يقين إن سبحان الله يعني بتوبة نصوحة فعلا، إنسان أي إنسان مهما عمل يغفر ربنا الذنوب جميعا. يا رب يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب اغفر لنا واعف عنا توب علينا يا رب، اغفر لنا يا رب ذنوبنا يا رب برحمتك وبإحسانك يا رب ارزقنا القلب السليم والعقل السليم والبدن السليم يا رب، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واعف عنا وعافنا، اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. يا رب يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوبة تقبل توبتنا، تبنا إليك يا رب، تبنا إليك يا تواب يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا رب، استر عيوبنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، احسن خواتيم أعمالنا يا رب، ليس لنا رب سواك فندعوه، أنت ربي يا رب يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا العفو والعافية يا رب، واشف برضانا وارحم موتانا يا كريم يا رب، وارزقنا يا رب حسن الخلق يا رب، ارزقنا حسن الخلق تأسيا بحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. يا رب افرح بينا وفرح بينا قلب حبيبنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا جواره في الدنيا والآخرة يا رب. يا رب ارزقنا معيته يا أرحم الراحمين وجواره يا رب، ورفقته في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب. يا غفار الذنوب يا رب اغفر ذنوبنا كلها يا رب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لنا جميعا يا رب، لكل مستمعينا ولكل من شاهدنا يا رب، اغفر لنا جميعا يا رب، اغفر لنا يا غافر الذنب يا قابل التوب يا أرحم الراحمين، واحسن خواتيم أعمالنا وارض عنا رضا الله سخط بعده أبدا يا أرحم الراحمين. يا رب خفف أثقال همومنا يا رب، خفف أثقال هذه الأيام يا رب، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا والقبول والتوفيق والفلاح يا أرحم الراحمين يا أكرم من سئل يا رب، واجمعنا جميعا على الأرائك متقابلين برحمتك وإحسانك يا رب، إنك على كل شيء قدير، نستغفرك ونتوب إليك توبة نصوحة يا رب، تبنا إليك تقبلنا واكتبنا عندك يا رب من التوابين من المستغفرين من القانتين من أحبابك وأحباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر لنا الله يا سيدي يا رسول الله، استغفر لنا الله تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، اغفر لنا واحسن خواتيم أعمالنا إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم حاجة ياسمين صالح الدعاء وللمسلمين جميعا في كل مكان. نورتينا وخطوة عزيزة. شكرا. نشوفك على خير إن شاء الله. والله بنستناكي من السبت للسبت يا حاجة ياسمين. ربنا يجمعنا دايما على الخير إن شاء الله وقدر لنا الخير وصلحنا وبنا إن شاء الله جميعا يا رب. آمين يا رب العالمين. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. ودلوقتي فقرة الشيف محمود سعد. ايه الزبادي بالسبانخ. الموضوع في يوناني وفي سبانخ وفي فراخ وفراخ محشية على الطريق. هو الموضوع كبير. بس هو بقى احنا نسيبه هو يقول كده عشان كده بقت فقرة الساحر مش فقرة الشيف. الشيف النهاردة عامل جو جامد. بسلم عليكم طبعا على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا. طبعا مذيعتين الجمال ايمان عز الدين ومها كمان الصغير. انا عايز اسلم عليهم بشكل خاص عشان هم بصراحه تجمعهم ده بيديني طاقه ايجابيه وكلامهم الحلو ده بيديني طاقه ايجابيه كبيره. مها كمال الصغير دي. ما بقولش كمال خالص. بقولش كمال. بقول مها الصغير. بقول مها كمان كمان. انا كمان بسلم على كل انا كمان بسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا في فقره المطبخ. انا عامل فراخ بالطريقه اليوناني على مزاجكم. حاجه حلوه قوي معموله بالزبادي وزيت الزيتون والزعتر ومحشيه رز بالبسله مع نعناع اخضر. حاجه كده مزاج وجميله. وكمان سلطه هو بيتكلم عنها. انا يعني انا جوعت. نبدا بقى لو سمحت. هقول بس الطبق الثاني بسرعه. انا الطبق الثاني عامل جايب شويه سبانخ خضراء وزبادي وبصلايه وشويه نعناع ناشف وعامل سلطه زبادي صبح ظهر بالليل مع لقمه توست مع اي حاجه. سلطه حلوه جدا جدا هنعملها برضو مع بعض. هقول المقادير بتاعت الفراخ وبعدين عشان هم جعانين عايز الحق اكلهم عشان خلاص وقت الغدا جه. لا ثواني بس قبل المقادير سريعا. ايوه السبانخ بالزبادي يا جماعه اختراع للجماعه اللي موجودين معانا. حلوه يعني هيجي لي نصيب كبير منها ان شاء الله. يعني حوالي نص كيلو الطبق كله يروح لي معايا النهارده. لا لا المقادير مع بعض مع بعض. المقادير بتاعت الفراخ جايب فرخة او اتنين فريش. بحتاج بصلاية مفرومة وفصين توم معلقتين زيت زيتون ملح وفلفل وحوالي كوبايتين ثلاثة من الزبادي. بستخدم كمان كوبايتين من الرز المسلوق مع كوبايه بسلة بالجزر شوية لوز شرايح وكم حتة جزر على نعناعتين كده يزبطوا الموضوع مع قطع مشروم. طبعا الجزر والمشروم دول انا بزين بيهم الطبق في الاخر. وادي زي ما انتم شايفين المقادير منوره على الشاشه والكاميرا عامله شغل جميل جدا ومجوعاني مجوعاني انا شخصيا. اول حاجه بعملها هي التتبيله بتاعه الرز اللي انا هحشي بيه الفرخه وهخلي تتبيله الفرخه في الاخر. خلاص ماشي. اول حاجه ادي الرز معانا اهو. بجيب معلقتين. ادي معلقه وادي الثانيه. بحط ايه على الرز؟ بحط سنه صغيره جدا جدا من الثوم المفروم ني مع معلقة صغيرة كده من البصل وشوية نعناع أخضر ولمسة صغيرة جدا من الزعتر ومعلقة كبيرة من اللوز المتحمص ومعلقتين بسلة بالجزر. في أسهل من كده؟ لا مفيش أسهل من كده صراحة. لا الموضوع كله باختصار إن الرز ده أنا جايب بسمتي ذهبي ممكن استخدم مصري سويته على نار هادية تلات أرباع سوا. وادي التتبيلة بتاعته مع شوية من الملح مع شويه من الفلفل. يبقى تتبيله الرز عباره عن ايه؟ بسله بالجزر شويه لوز وملح وفلفل وزعتر وشويه نعناع ومعلقه حلوه من زيت الزيتون. ونروح على الزبادي نحط بقيه زيت الزيتون مع شويه نعناع اخضر. ايوه مع رشه ملح. ايوه ورشه فلفل صغيره ومعلقه كبيره من الثوم. احنا عايزين ناخد انطباعات من الناس اللي بتشوفنا دلوقتي. عايزين نقول ان احنا لايف يا ما. ايوه احنا لايف على الصفحه دلوقتي. ولو عندكم اي اسئله للشيف محمود هيرد عليها حالا بكل حب. ايوه بكل يعني وبالطريقه اليوناني كمان بالطريقه الجريكي. يعني بصوا انا تبلت بقى الزبادي بالثوم مع شويه نعناع اخضر. أيوة. ومعلقه زيت زيتون وملح وفلفل وبس. ادي الزبادي اهو وادي الخلطه. ليه ملح؟ رشه ملح بجد. اه اصل بحس ساعات ان الثوم
يعني بيغنيكي عن الملح ده. انت كده انت لو وصلت للمرحله دي انت شاطر. لو الثوم لو الثوم بيغنيكي انت شخصيا, وجود الثوم او وجود اي بديل للملح بيغنيكي عن الملح, فانت تبقي وصلتي لمرحله كويسه. وفي ملح الهيمالايا كمان لو انت عايزه ملح صحي يعني احسن من كده اللي لونه بينك ده. ده اعتقد انه مفيد جدا في جدا جدا معي. ملح الهيمالايا بيتباع دلوقتي حتى عند العطارين وبيكون سايب, بيكون لونه بينك. جبال الهيمالايا هي بتحتوي الملح بتاعها على اللون البينك الجميل ده. تقدروا تستخدموه في الاكل, بس خلوا بالكم ما بيملحش جامد, ما بيملحش جامد. واستخداماته بتبقى احلى مش في الطبخ, بتبقى في السلطه. ادي الفرخه الجميله زي كده. زيت الزيتون برضو استخدمته اكتر على البارد. ممكن يعني هقول لك القصه دي دلوقتي. وشويه ملح وشويه فلفل. يبقى البصلايه مع ملح وفلفل. و الفرق ما بين, يعني انا كنت بقول معلومه ملح الهيمالايا, ملح الهيمالايا عن تجربه, يعني هو الملح نفسه مش سولتي قوي. يعني استخداماته ممكن في الطبخ تبقي محتاجه تحطي كتير. يعني على السلطه, حتى على السلطات اكتر, على السلطات اكتر لانه بيبان. وفي الملح اللي هو السي سولت, والسي سولت السي سولت ده مليان باليود طبعا. يعني اي حاجه مش مكرره مفيد. تبلنا الفرخه بملح وفلفل وحركات جميله. انا بحب اعمل بقى الحركه الجميله دي كده, شويه النعناع دول بيوصلونا. طب قوم بقى ما لقيناش نعناع اخضر فريش. في حاجه اسمها نعناع ما يعني ماشي قوم ما لقيناش, بس يعني ما بس هنلاقي ده ما فيش اسهل منه. هتلاقيه جنب الجرجير والبقدونس والكزبره. ما يعني تلاقي فيه انزل مشوار يعني عشان اجيب نعناع. مشوار ده انا هجيب لك شتله نعناع. ثواني انا هجيب لها شتله نعناع تخليها عندها في البيت. انا زرع. طب ومعاك بقى ريحان وكان في زعتر كمان. ده كده بقت ميزانيه. انا داخله على طبعا. ده كده بقت ميزانيه. انا هجيب انا زرع. ان النعناع ده مستحيل ما يبقاش موجود في البيت. نعناع والليمون. كوبايه شاي العصاره دي بقى ايه, وعود نعناع اخضر كده بتبقى حاجه ايه. بتسمعي ايه بقى؟ بتسمعي ايه؟ بص يعني عايز اعرف هي بتسمع ايه. سيره الحب. عايز اعرف هي بتسمع ايه مع الشاب ونعناع. سيره الحب. اي حاجه للست. بص 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 انا عايز وانتوا بتتكلموا تدخلوا كده معايا. خش كده بقى, خش كده يا عمير على الكرين. يا سيدي بص الكلام, بص احلى شغل يا استاذ. هو مبدع يا جماعه, هو مبدع, هو بيحب الاكل. انت عارفه بتبقى هي رزق ان الواحد يلاقي المخرج. لا هو كده بيحب شغله مش بيحب وبيحب الفراخ المحشيه طول الوقت الحقيقه بيبدع. بصوا بقى اتكبست بالفراخ, الفراخ بالرز, وزي ما احنا شايفين بص مدلعك مدلعك. تلبسي زي ما انت عايزه. المخرج مدلعك ليه؟ يعني الرز زي ما انت عايزه. البسمتي ما بينفش قوي الايه؟ يعني اقصد ما نكبسش الفرخيه قوي عشان بينفش بعد كده لما يستوي. لا ما احنا سويناه نص سوا. سويناه ثلاث ارباع سوا, ثلاث ارباع, فمش هينفش بالشكل اللي انت متخيلاه. ادي الفرخه بالنعناع بالتتبيله والروائح حلوه قوي. وناخد بقى ايه شويه الزبادي الحلوين وننزل على وش الفرخه. و يعني انا حاسس ان انا قاعد على سواحل اليونان. سواحل اليونان وقبرص بيعملوا الفرخه الحلوه دي وبتتشوي في الفرن. عايز اوريكم الشكل, وعندي شغف الحقيقه اقول لكم ان التفصيله دي بتملى ريحه البيت. مش خير وبركه ومش لا يعني الموضوع. انا عايز ايه بقى, هم اكلهم حلو قوي يعني. لا بتملى ريحه البيت رائع. ريحه الزبادي يا جماعه مع زيت الزيتون والنعناع تركيبه ثلاثيه. عايزين نعمل بحر متوسطيه. طيب. موضوع كبير قوي. ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي. عايزين نعمل بقى بما ان احنا داخلين في اليوناني نعمل المسقه, المسقعه بتاعه اليوناني. أيوة. من عينيا شرايح البطاطس والزعتر والحركات الحلوه. وموضوع كبير قوي. هناخد بقى الفرخه الحلوه دي ممكن نغطيها بالغطا او بلاش فويل, يعني البايركس او صينيه يبقى ليها غطا وتدخل الفرن. تعالوا اوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن عشان موضوع يجوع. بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد بالظبط ساعه وربع. بصوا الحلاوه والجمال, بصوا الحلاوه والجمال واللون اللون عيار 24. طب شايفه عارفين الايه بصوا اللون. لا روعه شيف محمود. احنا عارفين موضوع تتبيله الفراخ بالزبادي. بس عايز اعرف ايه يعني ايه السر الفكره في السر في ان هي بتبقى طريه.
الفكره ان هي الانسجه بتشرب من الزبادي. احنا ساعات بنعمل ماسكات زبادي وبص قبل وبعد. بصوا بقى الفرخه قبل وبعد يا مها. اوكي اصل انا بحب قوي قبل وبعد الفرخه قبل ما تدخل الفرن وبعد ما تدخل الفرن، ولون الفرخه هو ده لون الزبادي، هو ده لون الزبادي. يعني انا ما حطيتش ولا صلصه ولا حطيت زيت ولا حطيت اي حاجه، ده لون الزبادي بالنعناع بالثوم اهو. ادي الزبادي اللون الابيض وتحول للون الذهبي الجميل. ونقدر نستخدم برضو الزبادي للحوم؟ نقدر نستخدم. نقدر نعمل كل ده، نقدر نعمل كل ده. بس خليني اقول لك، بتقول لنا مساءكم هادي ونادي، مساءك هادي ونادي. شويه الرز اللي بقى بدل الهدى بتقول عايزين يوم اكل المرضى السكر من فضلك يا شيف محمود. من عينيا. ممكن نعمل كده؟ ضروري. من عينيا. وفي دينا عزام، ازيكم بحبكم قوي، احنا كمان بنحبك يا دينا. ازيك يا دينا؟ عايزه طريقه الفطير المشلتت. من عينيا دينا، انا عملته قبل كده على الهوا. لا يا دينا حرام عليك يا دينا. ونعمله تاني. ايوه بصوا بقى، بصوا الحركه دي، شويه اللوز المحمصين في زبده حلوة. في حد هاله الصباغ بتقول لك ليه حضرتك ما حشيتش الفرخه من بين الجلد واللحم كمان؟ لان انا ما بعملش حمام. انا الفراخ هي يعني الحمام هو اللي بيتحشي ما بين الجلد واللحم. دي يعني الانسجه بتاعتها انا برضو محافظ على شكلها. الموضوع بص الشكل بقى، شويه الرز اللي باللوز والحركات، وناخد الفرخه اهي. وناخد الفرخه الثانيه كده. تعالوا اقول لكم انا عامل حاجه حلوه قوي. جاب شويه جزر سلقتهم، وكم وحده مشروم سويتهم سوتيه مع معلقه زيت زيتون وشويه زعتر، وبحط كده حتت الجزر حوالين الاكله. يا سلام. ممكن اسال حاجه عن المشروم بقى؟ طيب دلوقتي يعني مره كنت في دوله اوروبيه ويعني ناس متخصصين في التغذيه، مكان كبير متخصص في التغذيه، فكانوا بيقولوا ان المشروم ده يعني مش من الحاجات المرجحه قوي ناكلها لانه فطر. هو في الاخر في فطر ضار وفي فطر غير ضار، في فطر سام وفي فطر جسمنا محتاجه. احنا بناكل المشروم اللي هو فطر فعلا، ولكن هو فطر مفيد غير ضار. كويس طبعا كتير. وفي انواع من بالظبط، في والياف كتير جدا يعني. وسوائل كتيره جدا طبعاً. وفيتامينز كتيره جدا وتركيبه جميله. بس هو مها بتنبه انه فطر، ففي لا انا برضه المان كمان اللي يعني ما بياكلوش مشروم خالص. لا يعني دي ده يعني مكان يعني مش عايز احكي قصة، بس الفكرة كلها ان هم ناس متخصصين في التغذية، وكانوا مثلا بيقولك مثلا ما تاكلش مثلا سلطة بالليل. يعني في ناس تقولك هاكل سلطة، يعني خلينا راجع على التقارير. التقارير دي يا مها لانها بتخلي المعدة تشتغل جامد. دي حقيقة، دي حقيقة. السلطة بالليل ومعظم دكاترة التغذية الفترة دي بيوجهونا في الموضوع ده، ان بالليل الطماطم بتعمل المعدة بتاخد مجهود كبير جدا زي ما مها ما بتقول عشان تهضمها، الطماطم والخيار. فاوعوا تستسهلوا الموضوع ده فعلا. وزي ما انتم شايفين بقى، خلصنا الفراخ الحلوة المحشية مع المشروم والجزر والحركات الجميلة ما اتعملت بالزبادي والثوم والنعناع، وداخلين على سلطة السبانخ. سلطة السبانخ مقاديرها كالاتي. كل اللي بنحتاجه كوباية ونص من الزبادي مع نص كيلو من اوراق السبانخ، ومعلقتين ثلاثة من زيت الزيتون، وبصلاية مفرومة، ومعلقة كبيرة من الكركم، وفصين توم، وملح وفلفل، وشوية نعناع مجفف. خدتوا بالكم بقى عشان اللي ما تلاقيش نعناع اخضر. بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان النعناع المجفف في الطبق ده مع السبانخ الخضراء حلو وطعمه حلو قوي، وماشي. انا ريقي جري على الفراخ، وماشي قوي مع وماشي قوي مع الوصفة. انا بعمل ايه؟ بحط معلقتين من زيت الزيتون. شكلها يفرح في الطبق بصراحه. دي شكلها يفرح عموما. قصنا هنا طبقين بس ماشي. ايوه الله. بحط معلقه بصل كده. خشلي بقى، خشلي جوه الطاسه كده. ادخل يا وائل يا عالمي جوه الطاسه. بصوا سامعين الصوت الصغنن اللي طالع ده؟ انا مش عايز يعني في الاخر، انا مش عايز في الاخر ان انا اسوي الفرخه البصله ان هي تتحمر. انا بس عايزها اللون ذهبي يطلع معايا، يبقى لؤلؤ منور، بس يشقشق. حاجه بسيطه. أوكي. مجرد ان هو شقشق الشقشقه الصغيره دي، اقوم جايب حبه نعناع صغيرين حاططهم كده، وشويه فلفل اسود، وكمان شويه ملح،
والطاسه سخنت ناخد شويه اوراق السبانخ ونروح بقى نبدا ننزل بورق السبانخ اللي هو بالظبط بالظبط مش هياخد اكتر من يعني دقيقتين بالظبط وهنقول انه خلاص الاكله دي خلصت. كويس ادي السبانخ وفي التوقيت ده نحط فصين ثوم كده على جنب ورشه من الكركم ونقلب بقى تقليبه حلوه. اول ما السبانخ اللي خدت البصل وزيت الزيتون ولمسه الثوم مع الكركم مع الملح والفلفل نحط كمان سنه نعناع مجفف وندي تقليبه. والتشويحه الحلوه اللي هي بتاعه السبانخ دي انا يعني مش مع سلق السبانخ بشكل كبير خلاص عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها، مجرد ان هي تدبل بس الكميه بعد ما كانت قد كده تبقى التلت. ايوه ايمان بص للكاميرا للشاشه وهي السبانخ مع انا حاسس ان هي نفسها تقول لي انا هاكل من الطبق ده. ايوه السبانخ بالنسبه لي لا بتاخد قلبي يعني انا بحب السبانخ جدا اي حاجه لونها اخضر. والله يا ايمان يعني عايز اقول لك انه برضو من الاطباق المحببه لقلبي جدا جدا الطبق الجميل ده، مجرد ان احنا شوحنا السبانخ بصوا يا دوب تشويحه صغيره جدا وانا مش عايز اسوي اكتر من كده، باخد السبانخ دي احطها جوه بوله يعني مش لازم نفتري عليها قوي. اوعي اوعي انا سيب الشويه دول في الطاسه وشايفين بقى انا باكلها صحيه في طبق السلطه يعني في طبق السلطه نفسه بحط السبانخ على طول. انا كمان حبه الزبادي ثلاث اربع كوبايات من الزبادي. المقادير تاني ممكن الايه؟ المقادير تاني حالا. السبانخ حوالي نص كيلو، بصوا اللون بصوا اللون طالع عامل ازاي. السبانخ بشوح بصلايه مع معلقه زيت زيتون وفص ثوم وشويه كركم وشويه نعناع ناشف ويطلع معايا الطبق الله. بالشكل اللي انتم شايفينه ده بعد ما شوحناها كده. ناخد بقى طبق التقديم الايه؟ يعني بالظبط كوبايه ونص زبادي، نص كيلو سبانخ، معلقتين زيت زيتون، بصلايه مفرومه وشويه كركم وفص ثوم وملح وفلفل ونعناع مجفف. بصوا بقى الحلاوه، ادي الطبق الجميل ده تخيلوا مع كام لقمه محمصه وكمان نرش سنه كركم صغيره اللي بيقوي المناعه فعلا سنه الكركم الحلوه دي وكمان نقطتين زيت زيتون. واخدين بالكم انا عمال ابلع ريقي مستني ان انا ادوق الطبق الحلو ده، شويه زيت زيتون حلوين واخد الطبق الجميل ده جنب اخواته. على فكره انت محدش حاط لنا اطباق هنا عشان خايفين طبعا ان انا اهجم. ده انت الطبقين هيتحطوا قدامكم يعني الفراخ يوناني وسلطه السبانخ يوناني. ايوه والجمال يوناني. محتاجين خلفيه مزيكا يوناني في والمزيكا يوناني ده بجد. تسلم ايدك يا شيخ محمود. كنت عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. الطف تعليق جالك في حياتك اما عملت اكل حلو يعني دايما يقول ايه تسلم ايدك، ايه النفس الحلو ده، ايه الشطاره دي، ده عالمي. اكيد انه في يوم حد قال لك تعليق هو تحس ان هو ما سمعتوش بودنك سمعته بقلبك. والله يعني كل التعليقات حلوه بس كان مأثر فيا قوي ان حد ربط الطبخه باغنيه للسيده العظيمه ام كلثوم. فاتقال لي كده على الهوا في مره ان احنا لما بنشوفك بتطبخ بنفتكر اغنيه حلوه لام كلثوم. فطبعا دي كانت حاجه بالنسبه لي رائعه واحساس حلو قوي يعني. دي كانت احلى تعليق الحقيقه جالي. هو احلى تعليق فعلا اكيد. ميرسي شيف محمود. احنا يعني مبسوطين جدا للاكل الرائع ده. بنشكرك على الحلويات اللي انت بتعملها لنا دي. ميرسي جدا. وبكره في عظمه برضو يعني بكره ان شاء الله في اكل عظمه على عظمه. احنا على طول عظمه وعلى طول هتلاقوا في البرنامج هنا يعني ما تشتهي الانفس. نشوفكم بكره ويوم جديد والستات ما يعرفوش يكذبوا.